دلوقتي دي زي بيت صغير بتاع واحد مثلا، بيت صغير جدا مساحته مثلا 100 متر ولا حاجه، عباره عن اوضتين وصاله. بس لو جينا ركزنا فيه السيستم بتاعه، هو ده معماري ملوش سيستم دلوقتي، ده معماري عباره عن ايه؟ يعني هم الخطوط الخطين دول حيطان طوب مش حيطان خرسانه. فانا عندي المعماري جايب لي ايه؟ قايل لي ان دي اوضه نوم فيها كذا في كذا، وفيها باب كذا، وبلكونه ومنور مش عارف ايه. اول ما يجي لك معماري اول خطوه بتعملها انك بتتمشى جوه المعماري ده كانه البيت بتاعك بالظبط. بخش هنا بقف كاني انا طالع على السلم. ايه هي عناصر نقل المناسيب في المبنى؟ سلالم واسانسيرات ورمبات، هما دول الثلاث حاجات اللي بتقدر تنقل منسوبي. ادور على السلم امشي عليه، هطلع على السلم، طلعت قلبه الثانيه الثالثه، وصلت الباب، اخش من الباب هلاقي نفسي في الصاله بالمساحه دي. هخش هنا هلاقي حمام، هلاقي اوضه نوم، اوضه نوم ببلكونه، حمام، مطبخ، منور. تمام. لو لاحظت برضو هلاقي المعماري كان حكيم شويه، حط منور في مكان جمع فيه كل الخدمات بتاعته، الحمام والمطبخ والسلم، فاستفاد بالمنور ده باقصى درجه ممكنه. استفاد بالجنب ده ونور منه الحمام، بالجنب ده ونور منه المطبخ، بالجنب ده ونور منه الايه؟ السلم. فدايما المعماريين بيدوروا على الديد زون ويحطوا عندها المنور عشان يقدروا ينوروا بيها. يعني بيجي طبعا انا مش هحط منور على الشارع، الشارع اصلا منورني. طب انا هنا دي فيها كام شارع؟ واحد بس صح؟ ليه؟ واضح ان الحته دي ميته خالص ما فيهاش شبابيك، والحته دي ميته ما فيهاش شبابيك، والحته دي برده ميته ما فيهاش شبابيك. ده معناها ايه؟ ده معناها ان في جار هنا، يعني ده محصور بالجار من هنا ومن هنا ومن هنا. الحاجه الوحيده اللي قدر ينور منها ايه؟ الجنب ده، فبالتالي في شباك وبلكونه هنا، يبقى ده ايه؟ ما فيش غير شارع واحد. فعمل ايه؟ جاب منور او خد الركن اللي هو الميت اللي هناك ده، وقام راح حط عنده ايه؟ منور، ونور منه الثلاث خدمات دول. وبعد كده طب المعيشه دي نورها ازاي؟ دي صاله ولازم تتنور. قال لك انا هعمل منور صغير هنا، هنور منه الحمام ونور منه المعيشه. تمام. بس طب حاجه زي دي يتحط لها ستاتيكال سيستم فيري فيري سامبل. يعني بص الموديول متظبط يعني زي ما قال الكتاب، كاميرا هي من الاول للاخر وفيها حته كانتليفر، وكاميرا كده من الاول للاخر فيها حته كانتليفر، ثلاث كاميرات بطول المبنى، وبعدين كاميرا بالعرض اهي، وادي واحده بالعرض، وادي واحده كمان، وادي واحده كمان، وادي دول ستاتيكال سيستم اتحط في ثانيه. تعال نبص عليه كده. مش لازم يكون معايا الدور اللي تحت. ايه؟ ما هو طبعا انت هتظبط الكلام ده مع الدور اللي تحت، غالبا بيبقى مدخل وحاجات لو سقط فيه كاميرا، يعني مش يعني انت بتظبطها برضو، يعني انت بتظبط. انا بتكلم على المتكرر ده اللي هو المتكرر. طبعا احنا السقف الارضي ده بيبقى سبيشال كيس، لكن ده هو المتكرر، يعني ده الادوار اللي فوق بعضيها. فاي كاميرا انت حطيتها من دول تحتيها حيطه. انا بظبط على المتكرر وبعد كده استنى الارضي بتعمله لوحده والمتكرر بتعمله لوحده. انت لو كان عندك ثلاث بلاطات مختلفين هتصمم من ثلاثه، 10 هتصمم من 10. يعني هتحط ستاتيكال سيستم لكل واحده فيهم، لكن اللي بتتكرر مالهاش لازمه خلاص، ما هي متكرره. فهلاقي في الاخر ان السيستم بقى بالمنظر ده. شايفين السيستم؟ كاميرا بالعرض اهي، كاميرات يعني كل التحميلات واضحه، كاميرا كونتينيوس متحمله على العمود ده، 1 2 3 4، وفي ايه؟ كانتليفر من هنا، نفس الكلام دي ونفس الكلام دي، وبعد كده دي كاميرات بالعرض عليها. عايزك تافويد حاجه مشهوره قوي او غلطه مشهوره، ولا انا قلت بقى معايا عشان جاي بكتب على السبوره كتير. حاجه دايما بقولها موضوع اللوبينج ده، انك ايه؟ انك تعمل لوب ما تعرفش تحميلتها عامله ازاي. بمعنى انك مثلا تطلع كانتليفر من ده عشان تشيل عليه كانتليفر هنا، عشان تشيل عليه كانتليفر ده، وده مش عارف تقوم تشيل عليه هنا ده كده، وتطلع كانتليفر كده، ومثلا ثانية ودي مثلا. تمام؟ يكروز بالكاسة. لا بس عشان بس يبقى منظرها طبيعي. او طبعا كلهم كانتليفرز كل دول غلط، بس انا عايز اقول لك اللي بيحصل، اصل دي شكلها واضح انها لوب، لكن في حاجات ساعات بتخدعها. ازاي؟ كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده، تمام؟ تحس ان ايه؟ انها مظبوطه، بس هي مش مظبوطه. يعني انت شكل من ده تحس ايه؟ اه ده الكاميرات متحمله وبتاع، الثانيه كانت واضحه دايركت انها ايه؟ انها لوب، لكن دي ممكن تخدعك شويه. ازاي؟ اه ما هو مالهم متكمر، يعني هنا لو في حمام ما هو الكاميرات دي خلاص شالت الكاميرات اللي على الحمام واقدر اخبط الحته دي. بس لا، لو جيت بصيت كل الكاميرا ده متحمل على البلاط.
يعني مش شايل نفسه ده متحمل على البلاطه. ليه؟ عندك انت لو البلاطه دي جت التانيه ايه اللي هيحصل؟ انت الكاميرا دي نازله معاها وكل الباكه دي، يعني دي مش متحمله على حاجه، دي كلها حته واحده وكل الكاميرا ده مش على البلاطه، الا لو انت مصمم الحته دي ايه انها تشيل تورشن، ومصمم دي انها تشيل تورشن، ودي تشيل تورشن، ودي تشيل تورشن، والتصميم بتاعها صعب جدا. تمام؟ يعني دي طبعا ينفع تتنفذ، بس انت هنا طب وانا ليه اعمل التورشن ده؟ طب انا مد واحده فيهم كده تحميلها غلط. بقى عندي دي متشاله هنا وهنا، ودي متشاله سمبل كده، ودي متشاله سمبل على دي، ودي متشاله سمبل على دي. تحميلها ايه؟ اتظبطت، يعني عملت حته واحده تفاديت موضوع التورشن اللي ممكن يحصل في الكاميرات دي كلها. ايه؟ وفرت كتير طبعا. ولا يبقى عندي مشكله، يعني موضوع برضه انه بيتكلموا فين لو الكاميرا دي انهارت كل ده برضه هيبقى ما طبعا كله مترتب عليه. يعني لا، وكمان ما تعرفش مين محمل على مين. يعني هنا ما تعرفش دي شايله دي ولا دي شايله دي ولا مين شايل مين كده برضه هيبقى فكلهم بقوا زي بانلز على بعض كده، مش عاملين كلهم تحميله واحده. تمام؟ فكده لا، انا لما وصلت واحده التحميله اتعرفت مسارها فين. انا ممكن اتفادى الكلام ده بايه برضه؟ حط عمود في اي حته من دول. يعني لو حطيت عمود هنا ايه اللي حصل؟ خلاص التحميله اتظبطت، دي بقت سمبل ودي بقت سمبل وسكانتليفر، والدنيا اتظبطت خالص ودول بقوا متحملين عليها. فلازم اتفادى دي وانا بعملها. يعني انا هسالك سؤال دلوقتي، انت نور دي لوب؟ لا مش لوب، هي دي متحمله وتحميلتها معروفه، وتحميلتها معروفه ودول ايه؟ عليها بالمنظر ده. طيب ده سهل، تعال نروح على الصعب ده شويه برضه نعدي فيه بسرعه. ده معماري، قلت لك اول حاجه تعملها في المعماري ما يغركش الكلام الكتير اللي كاتبه، ما يغركش اي حاجه كاتبها، امشي في المعماري كانه بيتك بالظبط او شقتك اللي هتستلمها. طلعت على السلم هنا، واحد اتنين قلبتين، بقيت على صدفه، اخش من الباب لقيت معيشه، بلكونه، مشيت في طرقه، وخلي بالك هنا في حمام بتاع ضيوف. دخلت هنا في الطرقه بقى في الجزء بتاعي، مطبخ، حمام بتاع البيت، نوم نوم نوم، وفي بلكونه هنا وبلكونه هنا. دي كام واجهه؟ دي بلان زي ده ليه كام واجهه؟ فين الواجهتين بتوعه اللي انا بنور منهم؟ واضح ان دي مش مفتوح عليها اي شبابيك ولا دي، يبقى ده في جار، لكن هنا في شارع وهنا في شارع ومنور منه. طب وعمل ايه؟ شاف الحته الديد. افهم بقى المعماري بيفكر ازاي. فين الديد زون هنا؟ الركن الميت اللي هنا ده اللي ما فيش حد يقدر ينوره. فانت رحت جمعت عنده كل حاجه وحط عنده ايه؟ المنظر. على فكره الكلام ده برضو بيفهمك لو انت عايز تحط معماري. لو انا عندي معماري او معمل ايه؟ ده دول منورين، فاكيد هنا ايه؟ امسك الحته دي احط عندها منظر، واحط عندها المطبخ والحمام والسلم. وبعدين ابتدي بقى اقسم الجزء اللي جوه ده وانور ده من هنا، لان انت طالما انت هتعمل فراغ يبقى لازم تفكر هتنوره ازاي؟ ده المعماري يعني. طالما بعمل فراغ يبقى عايز تهويه، طالما عايز تهويه يبقى عايز منور، يبقى عايز شباك يتفتح على المنور. طيب فبعدين عمل ايه؟ بص بقى ابن اللذينة. جاب المنور ونور منه السلم، ونور منه الحمام الصغير والمطبخ والحمام ده، استغل المنور اقصى استغلال. تمام؟ وحط عليه، تعالى نمشي كده جوه الشقه ونعدي جواها. مشيت هنا في الطرقه، دخلت على اوضه نوم وليها شباك، وبعدين اوضه نوم وليها تراس كبير. تقريبا الكانتليفر اللي طالع ده 3 متر، فقال لك ايه؟ ده كانتليفر طويل، فمحتاج سمك بلاطه ايه؟ كبير. راح عمل ايه؟ عمل عمود دائري هنا في النص عشان السمك الكبير ده ما يبقاش كله كانتليفر، تبقى باكيه ايه عاديه. وبعدين عملها فلات، يعني اخلي سمكها 16 سم واحط لها شبكتين، يبقى الحته دي لوحدها كلها ايه؟ فلات. تمام؟ ليه بقت فلات؟ فاكرين البوست اللي انا نزلته بتاع الفرق ما بين الفلات والسوليد؟ فلات يعني الحمل انتقل دايركت للعمود. يعني انا مثلا اصل الناس يقول لك ايه؟ ده يا باشمهندس ده فيها شبكه علويه وسفليه. طب ما السوليد ممكن يبقى فيها شبكه علويه وسفليه، مشكله لو عدد سمكها ال 20. يقول لك يا باشمهندس ده دي 10 متر في 10 متر. طب ماشي، فين العمود اللي راشق في البلاطه؟ مفيش. طالما مفيش حمل راح من البلاطه للعمود على طول، فهي ما تبقاش اسمها فلات، بقت اسمها سوليد سلاب، بس الثيكنس بتاعها كبر، لان يعني السبان بتاعها كبر. يعني احنا بنقول السبان بتاع سوليد سلاب كام؟ سبان على 30 مثلا، او السبان على 35 او على 40. طب سبان على 30 وعندي باكيه 10 متر، 10 متر وهتعملها سوليد، 10 متر على 30 هتديك بلاطه فوق ال 30 سم. تمام؟ طيب فوق ال 30 سم دي ينفع فيها شبكه واحده؟ طبعا شبكتين، طالما عدت ال 16 بس هي اسمها سوليد. تمام؟ فبالتالي دي سوليد بقى ولا فلات؟ فلات. العمود اهو في النص ماسك في الايه؟ ماسك في البلاطه، يبقى في شبكه علويه وسفليه، وفوق العمود هيبقى فيه نيجاتيف. طيب نيجي بقى للاوضه دي، هلاقيها برده ببلكونه. لو انا عايز احط سيستم هلاقي الدنيا برده متظبطه، الكاميرا اهي
من الاول للاخر وبعدين كاميرا اهي من الاول للاخر. نيجي بقى نخش جوه، هتيجي هتلاقي عمود هنا او هتلاقي الباكيه دي. تعال نبص على تحميلتهم باكيه باكيه، هتلاقي اكيد انا سهل جدا ان انا امشي كاميرا من الاول، امشي الكاميرا كده صح، وبعدين امشي الكاميرا كده وشايل عليهم بقى ايه الكاميرا دي، يعني تبقى متحمله ومعاها كانتليفر هنا، وهشيل دي معاها كانتليفر هنا، وهشيل طبعا دي خلاص متشاله بقى تمام. نيجي للباكيه دي، هو ما انا عامل كاميرا في الحته دي وهو ما انا ماشي بالكاميرا كده، وبعدين اقوم جاي محمل دي عليها تمام. تعال نبص على السيستم ونشوف شكله عامل ازاي. ادي السيستم اهو حط كده، ده الكلام اللي انا كنت بكلمك فيه. شايفين الكاميرا دي؟ العمود ده شال ايه؟ شال كاميرا من هنا وكاميرا من هنا، هما مش كونتينيوس. يعني ايه؟ يعني خلي بالك دي مش كونتينيوس فيه، دي سيمبل في الحته دي، الحديد هنا ما استمرش، يبقى لازم اعمل ريليز لده، لازم اعمل ريليز للكاميرا عند النقطه دي، لكن هنا ما اقدرش اعمل، وهنا برده اعمل ريليز، لكن هنا ما اقدرش اعمل ريليز، دي كونتينيوس صح؟ وبعدين دي كلها كونتينيوس كده، وقام راح مطلع منها الكاميرا دي والكاميرا دي، وبعدين شال كل ده كاميرا كانتليفر بالمنظر ده. طيب مش هيبقى عليها ريفليكشن عليها؟ انا واحده عند الكانتليفر ده، ده في تحت ده ايه المشكله؟ صمم وتشيك الديفليكشن، طلع عالي زود الدبس. ما هو الديفليكشن ده حلو ايه؟ هنزود الدبس بتاع الكاميرا. طيب دلوقتي انا عايزك تقولي مين محمل على مين هنا؟ الكاميرا دي الكانتليفر ده شايل الكاميرا اللي من هنا والكاميرا اللي من هنا. طيب تمام ماشي. واحد هيجي يقول لي يا باشمهندس على فكره الحته دي كان فيها طرقه ومقفوله من هنا ومقفوله من هنا، الكلام ده صح؟ ايه المشكله؟ انا حكمت الفراغ ده كله بالكمر ده كله، وهعمل كورنيشه والدنيا هتبان زي الفل، عايز تعمل فيها قرش اعمل. فالموضوع ايه؟ الموضوع مش صعب يعني. طيب تمام، ده مشروع سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي تعقيدات وحاجه في السيمبل كيس. يعني لو واحد جاي بيقول لي يا باشمهندس انا بعمل عماره، فكر في حاجه بالمنظر ده، مش هقعد بقى ادخل نفسي في بلانات والليفيشن والكلام ده. تعالى نمسك بقى مشروع صعب بقى، اللي هو نمسك المشروع بتاعنا ولا نمسك مشروع تاني؟ نخش في المشروع بتاعنا على طول. كل حاجة نشوف نناقش الكلام ده مع بعض دلوقتي وبعدين يعني لا هو ما بيحطش تقشير في الحمامات والكلام ده، احنا اللي بنحط. تعالى نمسك مشروع كبير بالمنظر ده، ده مشروع يعتبر من المشاريع الكبيرة. ليه من المشاريع الكبيرة؟ مشروع فيه بدرومين، فيه أرضي، محلات، 10-12 دور، مشروع كبير، فيه رنبات، مشروع كبير يعني. أول حاجة أعملها في أي مشروع كبير يجيله إن أنا أتمشى في المعماري وأقرأ. ودايماً اللي بيعمل كده بيبقى شخص بروفيشنال. يعني إيه؟ يعني أنا هقول لك حاجة، كنا قاعدين في المكتب وبعدين اللي بيحصل المهندس اللي هو السينيور بقى بيقرا المعماري، فاهم، خد يا عمر مثلا اعمل لي كذا، او خد يا اسلام اعمل لي كذا، او خد يا حسام اعمل لي مش عارف ايه، وكل واحد بياخد يعمل حاجه. في اللي هو بياخد الحاجه زي ما هي كده ويلزقها وما يقراش اي حاجه، ده سقف وبحله. لا انا ابص على المشروع كامل، ده بقى واحد بيفهم. ابص على المشروع كامل ازاي؟ امسك المبنى كده اتمشى فيه اشوف المعماري ده بيفهم ولا لا، عامل حاجات فيزبل ولا نون فيزبل، يعني عامل حاجه ممكن تتنفذ او حاجه ممكن تتصمم ولا حاجه هتتعبني. فلازم امشي في المشروع ده واحده واحده واطلع اخطاء واقول له لا ده في كذا وفي كذا وفي كذا. يبان بقى السينيور وهو بيناقشك، يا باشمهندس على فكره ده انا لقيت فيه مش عارف ايه، وفي كوابير عامله ازاي، وفي مش عارف حته فيها كذا. فابتدي يعرف ان انت ايه، انت فاهم، ده انت قاري وعارف وفاهم ومشيت في المشروع وعديت فيه حته حته، مش زي اي مكنه بتاخد السقف وتقوم حاطط ايه على طول اي كمر ويقلبه. لا ده بيربط الاسقف مع بعضها وشغال ايه؟ شغال بروفيشنال. احنا عايزين نشتغل بروفيشنال، عشان نشتغل بروفيشنال محتاجين ان احنا نمشي جوه البلان ده. يعني ايه نمشي جواه؟ يعني نخش جوه دور الارض ونشوف شكله عامل ازاي، مناسيبه، اهم حاجه وانت بتقرا المعماري المناسيب، اهم من اي حاجه، من بقى اوضه، محلاته، بشققه، باي حاجه عاملها.
اهم حاجه عندي نقل المناسيب، مش مهم استخدام الحته دي ايه، حاطط بقى نوم صاله مش عارف ايه، كلها بالنسبه لي واحد. انا يهمني فرق المناسيب دي ازاي، ازاي ما طلعت ان المنسوب ده للمنسوب ده. تعالى نبتدي نخش في البراند نقراه ونشوف المناسيب دي اتغيرت ازاي. اقرا اي معماري في الدنيا ان انا اخش على الدور الارضي بتاعه كان انا داخل المبنى بتاعي والعماره بتاعتي، ابص كده على اللوح لحد ما اقرا الجراوند فلور. اول ما الاقي جراوند فلور ابتدي امسكه ادور على مداخله منين، مداخل البلان ده منين، ابتدي ابص على الابواب صح. هاجي ابص كده على الابواب، طيب تعالوا كده بس عشان الدنيا ما تبقاش ملعبكه، اللي هي دي اسمها ايه، مساحه الاكسبت. تعالى كده سنبر. طبعا هي عشان معموله بلوك، طيب عايزين نركز كده ما تخليش الاكسات تتوهك. انا شلت الاكسات خالص عشان نعرف نشوف الكلام ده. دلوقتي ابتدي ابص على الابواب بتاعه المبنى بتاعنا ده هيبقى شكلها عامل ازاي. طب في حاجه ركزوا معايا بقى. دلوقتي انا كاني انا شخص بيدسترين ماشي في الشارع وعايز اخش العماره دي، هبتدي ابص على ايه؟ الابواب اللي هتدخلني العماره، هلاقي باب والثاني والثالث والرابع والخامس. العماره ليها مداخل كتيره، لا هي دي مش مداخل العماره، دي ممكن تكون محلات. ازاي؟ مدخل العماره اهو، بص كاتب لك جنبيها ايه؟ مدخل البلوك السكن. تمام؟ وبص على الليفل بتاعه موجود عند ليفل كام؟ زائد 15. طب ايه الليفلين دول؟ حد عارف؟ بالظبط، يعني ليفل ممكن يكون لوكال. انا افرض انا ما اعرفش الليفل بتاع العماره بتاعتي، هو ما اعمل ايه؟ هفرض ان الشارع ده منسوب زيرو، هفرض ان الشارع هو منسوب زيرو واسحب من منسوب زيرو ده. طب افرض بعد كده قدام عرفت منسوب الشارع ده كام؟ يعني عرفت ان منسوب الشارع هو 91.10، هعمل ايه؟ هبتدي اسلسل منه، يعني بدل ما كانت تبقى طلعت 15 اجمع الاثنين 91.10 ايه؟ 15 سم، تبقى 91.25. فانت لو لاحظت هلاقي منسوب زيرو اللي هو المنسوب اللوكال ده المنسوب اللي ايه؟ اللي مسحوب من روبير. فهاجي هنا زيرو، طب هو هنا ازاي اتنقلت من زيرو بقيت على مدخل البلوك السكني عند 15 وربع؟ ممكن يكون في زي درجه طلعتها اللي هي مثلا هنا درجه بالمنظر ده طلعتها كانت 15 سم نقلت المنسوب بتاعي. تمام؟ فبقيت في منسوب كام؟ 15. طب دخلت من الباب لسه برضو عند منسوب 15، طب تعالى كده نعدي هنا كل دول عند منسوب 15، يبقى البلان ده كله يا جماعه كل السقف ده عند منسوب كام؟ 15. كل السقف ده كله عند منسوب 15. طب انا عايزك تركز في الحتت اللي بره دي، ده في سلم هنا وبعدين بصوا يا جماعه الخط، انا مش عايز الخط الاصفر ده يخيلك، تعالى نعمل له هايت. الخط الاصفر دوت اللي انا لسه عامل له هايت الايه؟ الدور اللي فوق، اللي هو الدور اللي فيه جايب لك ثانيه، هو انا عملت ايه؟ هو الخط الاصفر ده كان على انهي لاير؟ مش معاكم الفايل؟ الخط اللي هو الحدود ده كان على انهي لاير؟ اه هي دي. شايفين انت الخط الاصفر دوت على الحدود اللي هو بتاع السقف اللي فوق ده، هو عايز يقول لك ان في فوقيه سقف شكله عامل ازاي. يعني بعد كده تيجي هنا هتلاقيه بيقول لك ده السقف اللي فوقيك، بعد كده هتلاقي شكله عامل بالمنظر ده، في سقف فوق شكله عامل كده. شايف الرامب ده؟
طبعا الفايل تقيل. الرام دوت هتلاقي جيت بصيت هنا هتلاقي عامل لك ايه شكل دوتد، بيوري لك شكل الرام اللي فوق شكله عامل ازاي او مكمل فوق بشكل عامل ازاي. فبالتالي دي يا اما بتبقى حدود، يعني لو بصيت انا هنا كمان شايف الخط الدوتد ده، ده برضو حدود السقف اللي موجود فوق ده هنا. يعني لو بصيت هنا هلاقي فيه حاجه كده وداخله طالعه، هلاقي هو ممثل الحدود هنا بالمنظر ده، داخل طالع بالمنظر. يعني دي الخط ده ما يخيلكش يعني حدود البلاطه اللي فوق. عشان تعرف يعني انا دلوقتي هبقولها لكم كمان شويه، خليها كمان شويه. نكمل. انا دخلت دلوقتي البلوك السكني، هخش من الباب قدامي اثنين اوبشن، يا اما اطلع على السلم ده يا اما اطلع على السلم ده. طب تعالى نشوف مين اللي هيطلعني ومين اللي هينزلني. انا دلوقتي هبص يا اما في البلان اللي بعدي يا اما في البلان اللي قبلي. لو انا بصيت في البلان اللي قبلي هلاقي السلم ده موجود، طب والسلم الثاني مش موجود. يبقى اذا ده معناه ايه؟ ده معناه السلم ده بيطلع ولا بينزل؟ ده بيطلع بس ما بينزلش، صح؟ يعني ده ما ينزلنيش للبدروم. يعني انا لو عايز انزل البدروم هنزل ازاي؟ على السلم الثاني. يبقى السلم دوت طالما موجود في الدور ده يبقى اذا ده بيطلعني. يبقى اذا انا عندي سلمين بيطلعوني للايه؟ للمدخل. وده طبيعي جدا. ليه؟ ناس ركنت العربيات بتاعتها، هتعمل ايه؟ هتقوم تطلع على السلم ده. اكيد العماره كلها مش تحت في الجراج، فبالتالي العماره كلها ايه؟ بتطلع من الارض، فبالتالي انت رحت عامل لهم ايه؟ سلمين. فالسلم ده طبيعي ان انا كده بدات من الدور الارضي. ماشي. المشكله هيطلع. بص دلوقتي انت دخلت ركنت عربيتك هتعمل ايه؟ هتطلع على السلم ده، وبعدين بعد ما تطلع على سلم الخدمه دوت هتقوم راكب الاسانسير، هتطلع هنا او ممكن تركب الاسانسير من هنا. مين اللي قال لك؟ هو العماره كلها مع عربيات؟ لا الناس اللي مش بتيجي عربيات تيجي من المدخل بقى، المدخل الاولاني. بص انا هسالك سؤال، انت راجل بشري طبيعي دخلت لقيت سلم زحمه هتعمل ايه؟ هتروح على السلم الثاني. ماشي، ولا على العكس؟ براحتك، دي بتبقى اوبشنز بتاعت معماريين يعني. ايه؟ بس دي عماره سكنيه يعني ما فيهاش عمال وكده. بس خلينا احنا نفوكس، خلينا نفوكس على المشروع نفسه. طيب دلوقتي تعالى نشوف المحل الاولاني ده، اول فراغ تجاري دخلت من الباب، قول مثلا اي بقى محلات، محل منظفات، صيدليه، اي حاجه. لو لاحظت كده طالما طالما في محل يبقى في حمام، فقام راح حط فيه حمام بالايه؟ بالمنظر ده، والفراغ كله مفتوح بالمنظر ده كده. تمام؟ يفضل ان ما يبقاش فيه كاميرات، يعني ما يبقاش يعني انت واقف في السقف ده ما تبصش تلاقي كاميرات فوق، عشان ايه؟ هتبوظ لك شغل الفراغ بتاع المحل ده. فبالتالي يفضل انهي سقف اللي بقى فيه يبقى فلات سلاب، اللي انا واقف عليه ولا اللي فوقيه؟ اللي فوقيه. لان انا اللي انا واقف عليه ده ايه؟ مغطي الجراج، فبالتالي عادي. طيب ده اهو انا داخل من بره اهو كده، هخش من الباب رحت الفراغ التجاري اللي هو ده، وقام راح عامل حمام فتحته من هنا. ده المحل بالمنظر ده، طويل بالمنظر ده. بعد كده ده المدخل السكني، وبعدين ده محل كبير جدا بقى بالمنظر ده، وحاطط فيه حمام هنا وعامل فيه اتنين منور. تمام؟ وبعد كده ده الحمام، سوري، ده الفراغ اللي هو التالت، وعامل فيه حمام هنا والمنظر ده. يعني عندي محل اتنين تلاتة أربعة. اوكي؟ ايه؟ هو دي بقى بتبقى حساباته هو، يعني هو بيبقى عنده فراغ معين عايز ينوره أو عايز يهويه، ففي كود للبناء والتشييد بيقول لك إن لازم الحتة دي يبقى لها منور كذا أو منورين أو أي زي ما هو عايز. والكولمز الحاططه دي ايه؟ والكولمز الحاططه دي هو متحكم فيها يعني ايه دي؟ الكولمز اللي هو حاططها دي، هو اللي حاططها. قال لك انا سامح لك بالكولمز دي، هو سامح لي بيها بس انا ممكن اشتري، بس انا ممكن اشتري واحط هنا الكولمز ممكن تاني، ولا لازم الكمر ولا عمدان؟ لا الكولمز. الكولمز لا، هو لازم تلتزم بالاعمده اللي هو حاططها دي، بس ممكن ازود حاجات اضافيه بتنيجوشيت معاه، لازم يوافق. طالما معاك معماري، احنا معناش معماري فنعمل اللي احنا عايزينه، بس انا بتكلم في الحقيقه، طالما معاك معماري ما بتحطش عمود الا باذنه، ما بتحطش حيطه غير باذنه، لكن عايز تكبر العمود تصغره براحتك. طيب تمام نكمل. انا دلوقتي عايز انزل تحت، تعالى عايزين ننزل للبدروم. قدامي اثنين اوبشن عشان، طب قبل ما انزل للبدروم لو لاحظت هلاقي في سلم موجود بره ده، وبعدين لو لاحظت هلاقيه بيقول لي ان المنسوب ده 91.10 والمنسوب ده 90.8، ومفيش اي حاجه تبين ان في فرق في المنسوب، لا سلم بقى ولا رمب ولا اي حاجه. ده معناه ايه؟ الارض مش مستويه، الارض الطبيعيه مش مستويه.
صح؟ يعني الارض ايه؟ ارض جايه منين؟ فمعناها ان الحته دي واطيه عن الحته دي تقريبا بكام؟ ب 40 سنتي ولا 30 سنتي. ده معناه ان الارض مايله في الاتجاه ده. فلو لاحظت هتلاقيه عشان يطلع يعني هنا دي واطيه صح؟ فقام راح عامل لك، عارف انت لما تلاقي عماره عاليه شويه هتلاقي عامل لك زي سلم خارجي من بره، ممكن ما يكونش عامله خرسانه او عامله مشكله مباني طوب، ده زي سلم ممكن ما يكونش انشائي. بمعنى انت عامل محلات عاليه وعايز حد يطلع لك، وساعات كده بتلاقي عماره بيستغل الدور الارضي ان هو يعمل محلات، وهي اصلا ما تكونش متظبطه انها محلات، فيقوم صاحب المحل عامل ايه؟ عامل سلم مباني طوب، هو اللي ممكن يبقى حاجه بالمنظر ده، او ممكن يعمل خرسانه. يعمل خرسانه ازاي؟ يعمل له قاعده صغيره كده وقاعده صغيره من فوق وعامل خرسانه، بس الناس بتستسلم وتعمل ايه؟ تجيب رد وتقوم مشكلاه، فده ممكن يكون سلم بالمنظر ده. لو لاحظت هنا هلاقي عدد الدرجات هنا درجتين، لكن عدد الدرجات ده هنا عالي، ده معناها ان الارض دي مسحوبه كده، الارض دي مايله كده. فهو كان قدامه اثنين اوبشن، يا اما يردن كل الارض دي اللي حواليه بس هيبوظ الدنيا، لان الارض دي ايه؟ كبيره، ارض فراغ واسع، فانت محكوم بالتوبوجرافي اللي موجوده، يا اما يعمل سلم صغير ينقل منسوبه. فعمل ايه؟ عمل السلم ده. هنا انت عايز سلمتين، اما انت هنا عايز مثلا 9 سلالم عشان تنقلك من منسوب اللي هو كام؟ 90 لمنسوب اللي هو 91 وكام وربع، يعني عايز تطلع متر وربع. تمام؟ فده السلم اللي موجود بره ده. ممكن عايز تصممه تعمله خرسانه براحتك، مش عايز تصممه اوكي، ما تعتبروش حاجه انشائيه. لكن انا بعد كده كل الحدود دي حاجات انشائيه، كل اللي احنا داخلين عليه جوه ده. طيب ده بالنسبه للسلالم اللي موجوده هنا. تعال نركز على السلالم اللي موجوده في الحته دي. نفس الكلام برده هنا، السلالم دي ايه؟ يعني لو بصيت هنا عندي ليفل 88 و17، وبعدين هنا عندي ليفل 89 و30، ده معناها ايه؟ ان الارض دي واطيه. يعمل ايه؟ يردمها؟ قال لك لا، انا ممكن اشكل كام سلم هنا. وبعدين عمل ايه؟ عايزك تركز كده. المنسوب هنا كام؟ 2.78. والمنسوب هنا كام؟ زائد ربع. يعني في فرق في المنسوب كام؟ ربع و2.78، يعني 3 متر. طب ازاي الحته دي منسوبها غير دي؟ انا عايز الناس تفسر لي. وهنا المنسوب 2 متر 78 بالنيجاتيف، ايه الكلام ده؟ ده البيسمنت. طب وايه ده؟ ايه الحته دي؟ كوبري مثلا؟ ده كوبري بالظبط، ده كوبري. عمل ايه؟ طلعت انت على السلم ولقيت كوبري، يعني انت واقف وماشي على الكوبري ده هتلاقي فيه 100 200 ريلز، هتبص فيهم تلاقي ايه؟ تلاقي البيسمنت. تمام؟ يعني ده زي الكوبري عداك من بره، من البر وداك الناحيه الثانيه، وانت ماشي عليه تقدر تشوف البيزمنت من هنا ومن هنا. يعني انا لو بصيت على البيزمنت هلاقي ايه؟ ركز كده تحت، هلاقي العربيه هنا، ادي العمود ده هنا، وادي العربيه دي هنا، وادي العمود ده هنا كده. فانا لو انا واقف على الكوبري ده ومدلدل دماغي وببص هلاقي ايه؟ هلاقي العربيات كلها راكنه هنا ومرصوصه. تمام؟ يبقى ده زي كوبري معدي الكوبري ده على منسوب ايه؟ منسوب البلاطه اللي هو زائد 15. ونفس الكلام في كوبري هناك كده. الحته دي فراغ؟ ايه؟ الحته دي فراغ. اه دي فراغ، اهي مفتوحه، ما قايل لك الليفل بتاعها كده. تمام؟ طب انا هسالك سؤال، ايه اخر حد الارتداد ده؟ بتاع الدور اللي فوق. يعني انا لو واقف في البدروم في الحته دي على منسوب 88 وباصص كده هلاقي السماء. صح؟ يعني دي مفتوحه للسماء. طب انا لو واقف في الحته دي هنا هشوف حدود البلاطه اللي هي فوقيه دي. يعني دي مردوده شويه، يعني انا ايه؟ عندي البلاطه اللي فوق طالعه لبره شويه. طيب ده بالنسبه للسلالم دي. طبعا انا اقدر ابص على الاليفيشنز دي، لو لاحظت بص كده على ده، شايفين السلم ده؟ السلم ده يعني في الليفل دوت اللي هو السلم ده كده. يعني انت باصص على اللوحه من هنا من الدايركشن ده. لو انا بصيت على اللوحه، تعالى نبين الاكسات اللي احنا خفيناها. بص كده يا ريس، حاجه تانيه. انا لو باصص على اللوحه دي من هنا هبص هنا هلاقي الاكس اسمه الف واخر اكس اسمه ايه؟ نون. طيب بص كده على الاليفيشن هلاقي اول اكس اسمه الف والاكس هنا اسمه ايه؟ نون. صح؟ الاكسات هي مترتبه. شايفين السلم ده اللي هو ايه؟ اللي هو ده. لو باصص، انا هسألك سؤال بقى، لو هو باصص كده ولا لو باصص كده؟ لا لو باصص كده، لا كده،
ركز معايا كده. ده بيقول لك الواجهه رقم 4. الواجهه رقم 4 اللي هي لو باصص كده شايف كاتب لك هنا ايه نمبر 4. ده لو هو باصص الناحيه دي. شاف ايه لما بص الناحيه دي؟ شاف الرامب ده اللي هو واخد بالطول اللي هو الرامب دوت. طبعا ده لو دائري ولو انت باصص طبعا هيبان ايه؟ هيبان مستقيم، مش هيبان، مش هتشوف الدايره، انت بتشوف الاسقاط بتاعه. وبعدين شاف السلالم اللي هي موجوده هنا اللي هي دي، تمام. وبعدين ده انا عندي البدروم الاولاني، البدروم الثاني، الارض اللي موجوده بره، وطبعا ده الميل اللي هو بتاع الارض اللي هو 51. ده هنا عندي 51 وربع اللي هو ايه؟ اللي هو الارض الطبيعيه، او سوري اللي هو الدور نفسه. تعالى مثلا هات الاسقاط ده، ده الواجهه رقم 2. ده لو باصص منين نيجي نبص كده هتلاقي كاتب لك السهم ده الواجهه رقم 2، يعني باصص كده. فشاف ايه؟ شاف اللي هو السلم ده بقى الناحيه الثانيه. انا عايزك تبص على الارقام اللي فوق ده، شايف نون اهي، نون بقت هنا والف بقت هنا، لكن العكس كان هناك، هنا بقت الف وهنا ايه؟ نون، على حسب ما انت ما بتبص. انا لو بصيت كده ايه اللي هيحصل؟ بصيت كده وبعدين بعد ما بصيت قلبت الشكل ده كده هلاقي الف بقت هنا ونون بقت هنا. وانا لو بصيت من الناحيه الثانيه وقلبت الشكل خليته كده نون بقت هنا والف بقت هنا. وعلى هذا الاساس بايه؟ بيبتدي يرتب. طيب اوكي فهمنا دي. يبقى اذا الحته دي كلها فاضيه. ومفتوحة للسماء. بص عايزك تركز كده، الرمب ده متغطي ولا منه للسماء؟ الرمب ده، الرمب ده متغطي كله. ازاي؟ شايف حدود البلاطة اللي فوق اهي، شايفينها اهي بالمنظر ده. فالرمب ايه؟ يعني حتت بسيطة يعني، بس تقريبا كله ايه؟ منه للهواء. السقف اللي فوقيه اهو هو ده، الرمب موجود في الحتة دي. فانت لو ماشي بعربيتك وبصيت لفوق المفروض انك هتشوف الايه؟ السما. دي هتلاقيها حاجات بتاعت يعني البلان ده يعني بيبقوا كذا عماره في بعض مثلا بكذا شكل، فممكن حاجات بتاعت لايرز ثانيه. يعني حاجات قصدي بتاعت بلانات ثانيه جنبك، يعني انت لو لاحظت هتلاقي ده مقصوص لوحه ومقصوصه من شويه لوح ثانيين، يعني انا ممكن اوريك مشروع شبه ده بالظبط في نفس الكومباوند ده. اهو. تحس ان هو زيه تيبيكال بس هو مش زيه فين؟ بروجيكتس. رقم واحد. شايفين ده تقريبا نفس من نفس الكومباوند، لو لاحظت هتلاقي بس اختلافات بسيطة جدا. يعني بص كده هتلاقي رامب هنا ورامب كده، بس شايف مش جاي بميل، مش جاي بكيرف. وبعدين تيجي تبص على اللي بعديها هتلاقي رامب بالمنظر ده ورامب لافف وده جاي مستقيم، تمام؟ مقصوص برضو من نفس الكومباوند اللي كان فيه المشروع ده. شايف ده الرامب ده جاي عامل ازاي؟ مش نفس يعني هي نفس الكومباوند بس مش نفس التيبيكال بتاع المبنى. طيب عايزين نخش بقى على الجد اللي هو ايه؟ دلوقتي انا خلاص عرفت الدور الارضي ده ديته ايه؟ انا عايز بقى انزل من الدور الارضي للدور اللي تحت، قدامي اثنين اوبشن، ينزل على السلم ينزل على الرام، نازل على رجلي يبقى على السلم، ماشي بعربيه يبقى من خلال الرام. فانا لو عايز انزل هنا هنزل من على السلم ده كده. هلاقي نفسي وصلت فين؟ وصلت هنا ابتدي اخش اتفسح في الايه؟ في الجراج. طيب لو انا راكب عربيه قدامي رامبين، بس هو لو بصيت كده هو لا هو الاسهم دي سواء طلوع ولا نزول، بس هيبان وانا نازل. ده معناها ان ايه؟ من الاسهم. ده معناه ان الرامب ده خروج. شايف جايب لك اسهم ايه؟ لما تلاقي اللوحه الكيرفات بتاعتها باظت اعمل ريجن هتلاقيها اتظبطت. كاتب لك على السهم ده، شايف لك شايف كده هتلاقيه ايه؟ كانه طالع كانه هيطلع بره. يعني لو في عربيه وعايزه تطلع بره هتخرج من على الرامب ده، لو في عربيه وعايزه تخش المبنى بتخش من على الرامب ده، ده دخول ده.
اتجاه السهم ان هو يدخل. طيب تعالى كده نمسك الرامب من اوله، معايا العربيه ونازل هنا اهو، مشيت على الرامب، الرامب بدا من هنا بصوا بقى عايزك تركز معايا شويه، الميل ده ده زي ميل في ارض الطبيعه، يعني ايه؟ التراب انت ميلته، التراب عارف انت لما تلاقي حته عاليه كده وقوم انت تاخدها بميل عشان تنزل العربيه، فتقوم عامل شويه تراب بحيث انك تاخد العربيه على ميل كده، او شويه خرسانه تفرشهم في الارض، هو ده نفس اللي حصل. عندك منسوب 51 53 وعايز تمشي لمنسوب 91 وربع، قام راح عامل زي حته ايه، حاجه مش انشائيه، حاجه كده رد، مشيت عليه العربيه بتاعتك والتاني ده كبير، ليه مسحوب من روبير؟ في روبير معروف المنسوب بتاعه كام وانا ساحب منه ليه؟ المنسوب بتاع الناطق. طيب انا هسالك سؤال، لو انا بشطب معماري او بنفذ المبنى بتاعي، انهي منسوب من دول ممكن يبقى احسن في التعامل؟ المنسوب اللوكال. صح؟ الرقم الكبير ده مش حلو. طب امتى استخدم المنسوب الكبير؟ يعني امتى يبقى مهم؟ لو بتربط المبنى بتاعك باي حاجه بره. يعني بتربط المبنى بتاعك بالطرق اللي بره، الصرف بتاعه بالصرف بتاع المواسير اللي بره، فانت لازم تبقى عارف منسوب البلاعه كام ومنسوبك انت كام، فبتربط على حسب المناسيب اللي هي الجلوبال. طالما انت طلعت بره المبنى بتاعك يبقى بتبص على المناسيب الجلوبال. طالما انت في حدود المبنى بتاعك ومحدش ليه دخل بيك يبقى المناسيب دي اوكي بالنسبه لك، تقدر تعمل منها كل حاجه. طيب نزلت على الرام، نزلت الحته الصغيره دي وبعدين مشيت ستريت، العربيه ماشيه ستريت ستريت ستريت، وبعد كده نزلت على منخفض بميل 1:6. يعني كل ما تمشي 6 متر بتنزل كام؟ 1 متر، تمشي 6 متر بتنزل 1 متر. بص كده ركز. الرامب ده يا جماعه متغطي ولا مش متغطي؟ مش متغطي برضه، ادي حدود الارض اهي والرامب اهو من بره، فبالتالي انت ايه؟ شايف كل حاجه. الرامب ده هنزل عليه. صحيح الرامب ده نازل ولا طالع؟ نازل. يعني اكيد مش طالع للدور الاول، اكيد نازل للايه؟ للبدروم اللي تحت. وبعدين نزلت كده 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 كده. بص بقى، اول ما الرامب ينتهي على طول تنقل على اللوحه اللي بعدها، ما تبصش في اللوحه دي، خلاص الرامب ده انتهى، انت ما بقتش واقف في الايه. وانس يا جماعه ان انت نزلت على الرامب يبقى انت طلعت بره اللوحه دي، اللوحه دي ما تبصش عليها خالص، امشي على الرامب، وانس انك خلصته يبقى تبص على مين؟ اللوحه اللي تحتيها على طول. ايه اللي ظهر؟ بص بقى، خلي بالك ما تبصش على الرامب ده، الرامب ده بتاع الدور الجديد، تمام؟ الرامب ده بتاع الايه؟ رامب جديد، ملهوش دعوه بالرامب القديم اللي كان فوق. السهم ده معناها انك ايه؟ انك نزلت من الرامب اللي فوق خلاص، يعني انا كده خلاص طالع من هنا، اخش على اللوحه اللي هنا في نفس المكان. قدامك اتنين اوبشن، تخش تركن العربيه بتاعتك في اي ركنات او اي باركنج من اللي موجودين هنا، او تنزل للايه؟ للبيزمنت الثاني. طب انا لو عايز انزل للبيزمنت الثاني هعمل ايه؟ اهم شيء بص 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 كده، ادي السهم ده كده تمشي كده وتقوم لافف واخد الرامب الثاني ده اللي هو ده، ونزول للبدروم السفلي، وتقوم لافف لافف لافف، خلصت الرامب هتعمل ايه؟ هقوم اخش على اللوحه اللي بعدها. شايفين الرامب ده حصل ايه؟ الرامب ما بقاش كامل. ليه ما بقاش كامل؟ انت لما بتيجي تقطع بتقطع في نص الدور، صح؟ وتقوم باصص لفوق ولا لتحت؟ بص لفوق، الانشاء بيقطع ويبص لفوق، تمام؟ هو قطع هنا وبين الرامب اللي تحت، تمام؟ بس ده عشان اخر دور، تمام؟ فهو مش عايز ايه؟ ده انا عمالي سوري انا بتكلم لو انا هقطع هقطع وابص لفوق، لكن هو هنا قطع وبص لتحت، تمام؟ فانا هنا قطعت عمل ايه؟ قطع في نص الدور، فالنص بتاع الرامب جزء مع الحته اللي فوق وجزء مع الحته اللي تحت، فقام راح مبين الحته دي نقطه اللي هي كانت بقيه الرم اللي كان فوق، تمام؟ طيب قمت رحت نازل 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 واركن العربيه بتاعتي. طيب خلينا في الرامب اللي كان فوق ده، انا لو نزلت بالعربيه بتاعتي هنا هقدر اركن هنا او هنا او هنا او اي حته في المكان ده،
صح؟ تمام. افرض انا ركنت وعايز اطلع بره، هعمل ايه؟ هروح على الرامب اللي هو بتاع الخروج ده، امشي مع الخروج. الرامب ده بيعمل ايه؟ الرامب ده هل هو اللي هيخرجني؟ لا، الرامب ده لو كان هيخرجني كان ظهر في الدور ده، ما ظهرش في الدور ده. يبقى اذا الرامب ده ايه؟ ما بيطلعش لفوق، الرامب ده اكيد بينزل لتحت. لو الرامب ده كان بيخرجني لبره في الشارع كنت لازم انا لو معدي فيه كده ابص الاقيه ظهر في اللوحه اللي ايه؟ اللوحه اللي فوق. طب يبقى مين الرامب اللي بيخرجني؟ يبقى اكيد الرامب التاني ده. لو انا طلعت عليه اهو بص كده هتلاقيه ظهر فين؟ في اللوحه اللي فوق، فهيخرجني على ايه؟ على بره. طيب خرجنا على بره، هقدر اخرج بره من خلال الرامب ده. طيب نزلنا لتحت، طبعا لو عايز انزل لتحت انا راكن هنا وما لقيتش اي ركنه هعمل ايه؟ هنزل على انهي رامب؟ واحد يجي يقول لي يا باشمهندس على فكره ما انا ممكن انزل على الرامب ده، مش ده بينزل لتحت وانت لسه قايل من شويه؟ اه بس في محطوط رولز صح؟ فنتبع الرولز. قال لك الرامب ده طلوع، ما انت ممكن تلاقي نازل تلاقي واحد طالع لك كده، فواحد فيكم لازم يرد. تمام؟ يعني اما التاني ينزل ويسيبك تعدي، يا اما انت ترجع تاني وتسيبه هو ايه؟ يعدي، وبعد ما هو يطلع يبتدي يقعد يشتم فيك يا متخلف يا مش عارف ايه. تمام؟ هاجي هنا انا نزلت من على الرامب اهو كده، يبقى اتبع الرولز او ما اجي اقوم ماشي كده 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 واقوم انزل الرامب التاني ده، وبعدين اخش على اللوحه اللي بعد اللي هي دي. طيب ركنت بقى وعايز اطلع بره، هطلع ازاي؟ ها اتبع الاسهم. الاسهم رايحه فين كده؟ ها هطلع كده؟ لا مش شمال. ازاي؟ لا لا ده هو بس بيوري لك مسارات الحركه دي، مسارات الحركه يعني انت عايز تركن تقدر تلف هنا، يعني مسارات الحركه تتحرك ازاي، يعني الحركه تبقى عامله كده. يعني انت بصوا يا جماعه دي زي اسهم محطوطه على الارض، تمام؟ بتوجهك اهو، انا همشي كده اهو كده واقوم ماشي كده اخرج. تمام؟ طب انا هخرج اطلع كده ولا اطلع كده؟ طب وليه ما اطلعش كده؟ هو اصلا في رامب هنا؟ طب امال ده ايه؟ ركز بقى كده، عايزه تصحصح في الحته دي قوي. انا هطلع امشي بالعربيه بتاعتي، طلعت كده ماشي لسه مستقيم، اول ما اجي هنا منسوبي عمال بيتغير، طلعت على الرام اصلا هنا مفيش رام، الرام بيلف 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 وبقى سقف للايه؟ بقى سقف. انا حتى بص عمل ايه؟ حط عربيه واستغل المساحه اللي تحت الرام عشان يركن تحتها عربيه. طب ليه ما دخلهاش لجوه؟ خلاص بقى الرام بايه؟ بقى منسوبه واطي، لو دخلت العربيه الكبوت بتاعها هيفك في ايه؟ في سقف الرمل. فقام راح عمل ايه؟ عمل حيطه هنا وحجز عشان العربيه ما تخشش وتغوط ايه؟ جوه. فاهم الحته دي؟ تمام؟ يبقى ده الرمل بدايته من هنا وطالع ولافف بالمنظر ده. طلعت انا وانس ان انا طلعت على الرمل يبقى اللوحه دي ما بقتش تخصني في حاجه، ابص على مين؟ على اللوحه اللي فوق. شايفين الرمل كامل ازاي؟ يبقى انا طلعت من الرمل ده بره هنا كده، وبعدين انا عايز اطلع تاني، انا كده طلعت للبيزمنت التاني، اقوم ايه؟ الف واقوم اطلع من الرمل ده كده. تمام؟ طيب ده بالنسبه للجزء بتاع البيزمنت، بيزمنت 1 وبيزمنت 2. تعالى بقى نطلع بقى للسكنه. هطلع للسكنه ازاي؟ ركنت العربيه بتاعتي، اطلع بالاسانسير، اطلع بالسلم. طلعنا بالسلم وعايزين نطلع للدور اللي فوق ده. خرجت من السلم، اول حاجه بتشوف انت عندك كام فراغ، كام شقه. طب وانا اعرف الكلام ده ازاي؟ عدد الابواب اللي موجوده اعدهم، ادي واحد ادي اثنين وبعدين 3 4 5 6. تمام؟ عندي 6 ابواب، يبقى هنا عندي كام شقه؟ 6 شقق. طيب تعال نشوفها. ادي الباب الاولاني دخلت، بيقول لي فراغ اداري، ده معناه ان هي مش شقه سكنيه خالص، يبقى ده ايه؟ مكاتب بقى، عياده دكتور، مكتب مهندس، مكتب محاسبه، اي حاجه من الكلام ده. فبيقول لك فراغ تجاري، وبعد الفراغ التجاري فراغ اداري، وده نفس الكلام، وبعدين حمام مطبخ. تمام؟ نفس الكلام هنا، دي الشقة. أنا عايزك بس ما تلخبطش. شايف لو دخلت الشقة دي هلاقي في دورة مية هنا، دورة مية دي مثلا لي اللي هم الزبون أو العميل أو المريض أو أي حاجة من دول، فيقدر يخش الحمام ده. ده مثلا الحمام بتاع الدكتور، الناس اللي بيستخدموا، اللي هم بتوع الشقة مثلا. طيب نيجي نخش على الشقه الثانيه، تقريبا نفس الشقه اللي موجوده هناك، فراغ اداري وموجود ببلكونه، وفراغ اداري، فراغ اداري، تراس، فراغ اداري، حمام، مطبخ، وهكذا. نفس الكلام الناحيه الثانيه، فراغ اداري، تراس، وابتدي اخش فيهم هتلاقيهم كلهم تقريبا شبه بعض. تعال نبص على المبنى الثاني، على فكره هو نفس اللي فوق،
نفس اللي فوق بالظبط بنفس الفراغات بنفس كل حاجه. كل الفرق ان بدل ما ده اسمه فراغ اداري بقى اسمه معيشه وطعام. بدل ما كان دي اسمها فراغ اداري بقت اسمها اوضه نوم غرفه نوم بنفس التقسيمه اللي موجوده تحت. انا تقريبا بصيت عليه امبارح ما كانش في حاجه متغيره خالص. حد لاحظ اي تغيير؟ تقريبا هو نفس السقف بس غير الايه الاسامي بس كده. ده المعماري. شوفوا انا عندنا تقريبا حوالي ساعه عشان نفصل المعماري بس. والله يا جماعه خطوه مهمه جدا تفهمك وتعرف بتحسسك كده تفهم المنشا بتاعك بايه شكله عامل ازاي. تقدر تتخيله يعني انت ايه دلوقتي دماغك قاعده رابطه البدروم الاولاني بالبدروم الثاني بالمبنى مش عارف ايه وحاسس ان دماغك كانك راكب العربيه وعمال نازل البدروم وعمال تلف حسيت بالمبنى. الكلام ده بيساعد قوي في التصميم. وانت بتيجي تعمل ديزاين او تحط ستاتيكال سيستم اه يا ده انا نسيت الرام ده انا نسيت مش عارف تحملت الرام على مش عارف ايه فبتعرف مين محمل على مين. طيب دلوقتي خلاص فهمنا المعماري عايزين نبتدي نحط الستاتيكال سيستم. ناخد بريك عشان نفصل شويه ساعه كامله. خلي على الماكينه. الماكينه تطلع ليه قد ايه؟ ساعه. ناخد بريك بس عشان نفصل. ناخد بريك ربع ساعه لو كده ممكن ندي بريك تاني بس ايه ناخد بريك كده عشان نفصل ما بين ومايك ستوري. حد ما كتبش اسمه في الغياب؟ انتوا عايزين تخلوا معاد الحصه دي حد 3 و4 ولا كده كويس؟ عندي كورس حد 3 و4 بس هو جاي بس هي لقيت كده بقيت نص حد سبت واثنين واربعه سبت واثنين واربعه ده بتستعمل بقى عايز بس تنجز يا جماعه ما تستسهلش الموضوع. هتيجي تمد ايدك هتحس ان ايدك لسه مرعوشه في الاول يعني مش عارف تعمل ايه احط كاميرا ما احطش. انت فاكر الموضوع سهل لما اتكلم الموضوع سهل يعني الخبرات السابقه يعني مع زمايلك روح البيت بقى نعمل ايه وقعت حاجات حلوه وكويسه وقعد اتشقلب ولف يعني الصراحه اعمل ايه برضه انا ما عرفتش. لا انت لازم تحط يعني لازم ما تخافش حط كاميرا حط عمود حط بلاطه افرض يعني ما تخليش حاجه توقفك. هتقف وتقعد قاعد كده خايف تحط كاميرا تقول يا باشمهندس بس انا كنت خايف احسن تضرب الصاله يا عم سيبها تضرب الصاله يا عم انا عايز اضرب الصاله سيب تمام حطها وبعد كده اقول لها غلط بس حط اشتغل واعمل حاجه. طيب تعالوا دلوقتي نوريكم المفروض مستوى الشغل اللي هيطلع بشكل عامل ازاي. اطفي النور. ولا ما معلش اه
هنتكلم فيه دلوقتي، هنتكلم في رامج كمان شويه. سوري بس مستوى الشغل ممكن سايبينه اصلا شغال كل الهري ده طب. ما انا بقى اشوف بقى بالموفي ميكر بقى ولا اي حاجه. طيب بقى عندك في هذا لا والله مش مشكله نعمل ايه. كنت عايز اوريكم المشروع اللي انا عايز وانت شغال قاعد فاتح اللوحه دي قدامك تبص على مستوى التفاصيل اللي طالع فيها شكله عامل ازاي، بحيث برضو انت تعرف التبعيد انت قريب وهكذا. يعني مثلا دي بلاطه بتاعه ارضي، شايف بص مستوى التفاصيل طالع فيها عامل ازاي. كل كاميرا محطوطه مكتوب عليها هي بيم ابعادها كام في كام. طب باشمهندس انا ما اعرفش ابعادها كام في كام، افرض يعني افرض ابعادها كام. السلابه دي 12 سنتي برضو افرض ابعادها وهكذا بقى. قيس على ذلك اي حاجه بتحطها لازم تحط لها دايمنشن. حاطط وول لازم تقول وول، ولو هي ليها ليفل معين غير الليفل بتاع الارض ده لازم تقول التوب ليفل بتاعها بكام عشان اللي بينفذها يعرف هو هيوقف الحيطه دي فين، يعني مش هيسيبها كده سرحه يعني. تمام، لو هو سابها سرحه يوقفها مع الدور، فلازم اقول له التوب ليفل بتاع الحيطه دي وقفها فين. عندك مثلا بيم شايله منسوبين، لازم تقول له التوب ليفل بتاعها فين، انهي منسوب شايله المنسوبين دول، يعني هوقفها فين بالظبط. فاقول له ان التوب ليفل بتاعها كذا، بيم 25 في 70 شايله البلاطه دي على منسوب 0 والبلاطه دي على منسوب مثلا 0.6، يبقى دي التوب ليفل بتاعها عند 0.6. عندك مثلا شايف كاميرا مكسوره زي دي، يعني هنا كان في كاميرا مكسوره، دي كاميرا كسرتها ليه؟ لان الحته دي انا عايزها كلها تبقى حته واحده سايحه على بعض. تمام، شالت الليفل ده على منسوب 0.6، الكاميرا دي شالت الليفل ده على منسوب 0.6 وشالت الليفل ده على منسوب 0 معايا. تمام، وبعد كده انا مش عايزها بقى هنا في الحته دي، مش انا مش عايزها تظهر، لكن عايزها تشيل. طب ازاي ما تظهرش وتشيل او مكسرها زي اللي انا عملتها هنا بالظبط؟ هو ده اللي حصل، هي دي نفس الكاميرا بس انا كنت باصص كده من الناحيه دي. فاللي حصل ان الكاميرا دي شالت دي ودي، وجيت هنا قمت رحت ايه كسرها في الجزء ده. اوريك سيكشن فيها عشان يبان حاجه بالمنظر ده كده. تمام، الكاميرا دي شايله بلاطه هنا وهنا، وبعدين الكاميرا بقى اللي هي اللي انا واخد البروفايل بتاعها هي شايله الكاميرا المكسوره دي. تمام، لو لاحظت ادي الكاميرا اللي جايه عليها بالعرض، وبعد كده ادي هي دي الكاميرا اللي مكسوره. فبالتالي اي ديتيلة اي حاجه شايف انها محتاجه سيكشن لازم تاخد فيها سيكشن. يعني شفت كاميرا مكسوره عملت فيها ايه؟ خدت فيها سيكشن عشان اوضحها للناس اللي هتنفذ. بص اعتبر نفسك انك هتاخد اللوحه دي وانت اللي هتنفذها، شوف انت لو قريتها هتعرف تنفذها ولا لا، عرفت يبقى انت عملت صح. يعني ما فيش حد يعني اللي بيبص في اللوحه ما يسالش سؤال، كل الاجابات موجوده فين؟ في اللوحه. طيب عندك مثلا شايفين السكشن ده؟ ده بتاع ايه؟ كاميرا فرق منسوب. شايله ايه؟ عند الحيطه اللي هي بره، يعني انت لو بصيت على السكشن ده مثلا، لو انا خدت قطاع حيطه شايله البلاطه دي اللي هي على منسوب 0. تمام؟ وبعدين البلاطه متشاله على الكاميرا دي اللي هي التوب ليفل بتاعها 0.6. والكاميرا دي شايله ايه؟ البلاطه اللي على منسوب 0.6. اقطع فيهم كده هتلاقي البلاطه اللي على منسوب 0.6 اهي، الكاميرا اللي شايله بلاطه على منسوبين، وادي الحيطه اللي موجوده بره. تخيلنا الشكل؟ عندك مثلا شايفين التهبيطات؟ طب يا باشمهندس هي كل دي تهبيطات؟ كل دي تهبيطات. في تهبيطات وفي فرق مناسيب. اللون الاخضر دوت دي تهبيطات حمامات. شايفين؟ طب وايه فرق التهبيطات دي عن التهبيطات دي؟ لا ده تهبيط، ده فرق في المنسوب مش تهبيط. تهبيط ده حاجه صغيره 6 سم 10 سم، لكن هنا دي نازله 60 سم، فما بقاش اسمه تهبيط بقى اسمه ايه؟ فرق منسوب. فعملت ايه في البلاطات اللي على منسوب غير المنسوب السائد؟ عملت فيها ايه؟ هشرتها. ليه هقشرها؟ الراجل اللي بينفذ وهو بيصب السقف عايزه يعرف ان البلاطه دي مش على نفس منسوب البلاطه العاديه، فيبقى واخد باله وهو واقف في الحته دي، لان دايما هو ليه ظهر مبدا تهشير فلق المناسيب؟ ما انا كنت اسيبها واكتب عليها ملاحظه انها ايه؟ بلاطه متهبطه.
لان العمال او الناس دي جايين شاربين، فاهم ازاي؟ بينفذ حاجه نسي ان البلاطه دي متهبطه، خلاص هيعمل ايه؟ هنكسر، هنعمل موضوع بيبقى مأساوي بعد كده. فبالتالي التهشيب ده لقوه ان هو انسب طريقه في التنفيذ، ان انت الراجل اللي بينفذ ده عشان ما ينساش الحاجه اللي فيها فرق في المنسوب ان احنا نعمل فيها ايه؟ نهشرها. فاحنا مهشرين كل فرق المناسيب ده. طيب كان في حد بيسالني عن الرم وازاي بيتعمل او ازاي بيتشال او ازاي. تعالى كده نمسك الرم شويه. بص كده الرم ده بيبقى شكله عامل ازاي. اول حاجه لو انا جيت بصيت ليه في البلان بتبقى ماشي انت في منسوب مستوي خالص، وبعدين بتقوم نازل، وبعدين تمشي في منسوب مستوي خالص. والمفروض ان انت بيبقى عندك بلاطه هنا كده، والبلاطه دي ماشيه 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 المنظر صح؟ او مثلا بقى اول هنا وبعدين كل الحته دي صح. انا الرام دوت عايز اشيله، يعني البلاطه دي ادي اهي ليها السيجنال ده وعايز اشيله. في ناس تعمل ايه؟ تاخد الرام على رام، يعني رام زي اللي كان ظاهر هنا ده. شايف الرام ده كده؟ ده دور واحد. اه رام بقى دور واحد، عمل ايه؟ واحد يعمل ايه؟ يقول لك بص انا هبدلها رام، خلي الرام ده بمين وصب عليه بلاطه ستاربون جري، بلاطه وفيها تسليح خفيف في نص الايه؟ في نص البلاطه. يقول لك ما انا ممكن اصلا امشيها على رد، ما امشيهاش على ايه؟ على بلاطه خرسانه. ده فكر. دي بقى هو ايه؟ بقى حاجه مش انشائيه. رد ومشيت عليه البلاطه. افرض بقى انت عايز تشيله والحمل بتاع الرد ده يقع على ليه؟ على الرد اللي شايله المبنى ده. تعمل ايه؟ قدامك انك مثلا تعمل الكاميرا كده ماشيه مع الرد بالمنظر ده، شايله البلاطه بتاعت الرام. ايه؟ حتى لو هي بتلف بتلفها معاك. تمام؟ وبعدين عمود هنا شايل الكاميرا دي، وعمود هنا لو رام طويل، وعمود هنا وهكذا قاعد ماشي مع ايه؟ مع الاعمال. في التنفيذ بقى المفروض الناس العمدان دي ممكن تبقى عمدان شمعه، يعني ايه شمعه؟ يعني عمود شال الرام ومات ما كملش بعد كده، وممكن العمود يكمل براحتك. لقيت في عمدان مكمله وتقدر تحمل عليها الرام، حملها. ما لقيتش هتضطر انك ايه تستخدم عمود شمعه، يعني عمود وظيفته كل وظيفته ان هو يشيل الرم وينتهي على كده. طيب لازم الناس وهي في التنفيذ تخلي بالها وهي بتصب العمود ده. ليه بقى تخلي بالها؟ مثلا تقول في العمدان اللي شايله الرم ده، يعني افرض هنا كان في 10 عمدان شايله الرم. ايه؟ بالظبط. العمدان دي لازم منسوب الصب بتاعها يقف عند منسوب معين. يعني هتلاقي العمود ده منسوب صبه بيقف عند منسوب، ده منسوب صبه، لكن افرض العمال صبه زي الهبل ال 3 متر كلهم، هيجي عشان يصب رام بيعمل ايه؟ يقوم يكسر. فبالتالي لازم الراجل التنفيذي، يعني انت لو مهندس تنفيذي وبتنفذ رام، لازم تخلي بالك من الموضوع، اي حاجه فيها فرق في المناسيب. بصوا يا جماعه الموضوع ده شائع جدا. ناس تصب سلم. السلم معروف ان هو ايه؟ لو هو 3 قلبات، يعني انت طالع قلبه وبعدين قلبه ثانيه وقلبه ثالثه. عمدان السلم دي لازم افكر فيها كويس، يعني ايه افكر فيها كويس؟ ما اصبهاش كلها مره واحده. عندي صبيت اول ايه؟ ادي انا واقف على الصدى. وبعدين اصب القلبه دي، فلازم العمود الثاني ده يكون جاهز. لو هو كان مظبوط بكامل طوله، انا هكسره عشان او اكسر الحته دي وهبقى منظره بص حاجه يعني شغل زي الزفت. فبالتالي ايه؟ اقوم انا موقف صب العمود ده عند مكان معين لحد ما اصب الايه؟ القلبه دي. تمام؟ بعد كده اقوم ايه؟ مكمل صب العمود ده مع صب القلبه الثانيه. يعني انا دلوقتي اصلا مش هجيب خلاط عشان اصب عمود واحد. طالما في صبه يبقى ايه؟ يبقى كله طالما اي حاجه اقدر اصبها اقوم اصبها مع بعض. تمام؟ وبعد ما انا العمود دوت اقوم اصبه اقوم مكمله بقى، وبعدين القلبه دي طبعا العمود ده هيكون جاهز واقف عند منسوب معين، اقوم اصبه عند العمود ده، وبعدين وهكذا واطلع بيهم واحده واحده، يعني ما بطلعش كله مره واحده. بشوف انا محتاج ايه وبوقف الصب عنه. هنا انا عندي لازم ده يتم على تو ستيجز، اللي هو الاعمده تتصب والمناسيب بتاعتها تكون متقاسه، اللي هو هيتماشى مع المين. في ناس ما بتبقاش حرفيين قوي، يعني يجي يعمل ايه؟ تلاقي عمود عالي 10 سم، عمود واطي 10 سم، فبتعمل حاجه اسمها رقاب اعمده، يا اما هيكسر يا اما هيعمل رقبه عمود ايه؟ زياده. تمام؟ وفي واحد يقول لك ايه؟ طب احنا هنصب الرنب كله مع بعض، بس انا محتاج تعمل ايه؟ شد ده وشد ده وكله في ايه؟ وقت واحد. مين اللي شايل الرام؟ الشده. ومين اللي ماسك العمود؟ الشده. وبعدين تقوم فككهم مع بعض. بس الناس بتحب انها تصب العمدان الاول، لان الخشب بقى ايه؟ تقدر تفكه تاني يوم، صح؟ على عكس السقف لازم تصبر عليه اسبوع او عدد ايام معينه بيحددها الفندق. فبالتالي هو عايز يستغل الخشب بتاعه، يعني هو يصب العمود النهارده عايز يفكه بكره.
تمام؟ فبالتالي لازم اراعي الموضوع ده. ممكن اشيل اللمبة على كاميرا مقلوبة، ازاي؟ تبقى هي الجناب بتاعت اللمبة، اكيد اللمبة ده مش هيبقى طاير كده. فبالتالي انت اكيد هتعمل له صورة، فبدل ما تخلي الكاميرا دي ساقطة ممكن تقللها وتبقى مع اللمبة ايه؟ زيرو كده، اللي هي الايه؟ الكاميرا اللي شايلة الرامب. وزي ما قلت لك وانت نازل من على الرامب ممكن تعمل الكاميرا دي برضه مقلوبة كده. الرامب ده عايز تفصيلة، يعني كل الرامبات دي عايزة تفاصيل عشان تطلع زي ما قال الكتاب، يعني لازم تاخد فيها سكاشن وتوضحها عشان الناس اللي في التنفيذ لو راح تضم اللوح والرامبات دي مش واضحة، يعني اللي بيحصل ايه؟ الرامب ده بيتمسك ويتفرد وبعدين تاخد فيه سكشن وتقوم موضح السكشن وبعدين تعمله ستيشنز، يعني مثلا ايه؟ مهم الرامب ده انا ازاي هوقعه؟ ازاي اخلي الناس توقعه في الموقع؟ لازم اعرف الزاويه بتاعته وبيطلع قد ايه، كل مسافه قد ايه، يعني ميله قد ايه، ولازم عند كل ستيشن اقول المنسوب بتاعها كام، يعني عند الستيشن دي ستيشن يعني محطه، المحطه دي المنسوب بتاعها كام، ومنسوبها كام، ومنسوبها كام، عشان الناس تبقى عارفه وهي بتنفذ الرامب دي مناسيبه ايه؟ مناسيبه كام. ده اختصار موضوع الرامب. تعالى بقى نمسك الاستاتيكال سيستم ونشوف ازاي نحطه. اول حاجه عشان تحط استاتيكال سيستم لازم تحدد حدود البلاطه، بمعنى تعالى نمسك المشروع ده مثلا بلاطه بسيطه، نمسك المعماري بتاعها اهو، البلاطه دي ده المعماري، تمام؟ اعمل حدود البلاطه ازاي؟ اول حاجه اعرف حدود البلاطه، هاجي كده اقول له بولي لاين، بولي لاين مش لاين، انتر، وابدا مثلا من اي حته، هبدا من النقطه دي، بولي لاين، وهبدا من النقطه دي وبعدين همشي كده. وشايفين الحته دي دلوقتي انت محتاج بقى تكلم المعماري في الجزئيه دي، ساله بقى يا معماري هل انت عايز حدود بلاطه للبروز اللي طالع ده ولا انت هتشطبها ايه بالظبط؟ يعني ساعات المعماري بيحتاج منك انك تطلع ببروز معين عشان يشيل حاجه جبس او يشيل اي حاجه، او ساعات بتلاقي ايه حاجه ارميد كده على المايل، فبالتالي محتاج ان هو يشيل حاجه وفي حاجه بتتلزق فممكن ما يحتاجش ايه؟ جزء من البلاطه ظاهر. فبتبتدي تساله وافق، يعني قال لك انا مش محتاج حاجه انشائيه، انا مش محتاج بلاطه، يبقى هاخد الحته دي كلها على بعض ايه؟ مره واحده. تمام؟ قال لك انا محتاج بلاطه يبقى لازم الف ايه؟ حواليها واعرف الناس ان هنا في حدود بلاطه في الجزء ده. عندك مثلا ببتدي امشي بقى واحده واحده كده. هنا الحته دي بلكونه. الجزء اللي طالع ده. وده كده، وبعدين ده منور فلازم الف حواليه لان يعني مفيش بلاطه في الجزء ده، او امشي عادي خالص وبعد كده اعمل مربع واكتب فيه ايه؟ كروس. يعني انا ممكن امشي كده عادي واعمل مربع واحط فيه كروس، ده معناه ان الجزء ده ما فيهوش بلاطه. حد عارف انا ليه عملتها بولي لاين؟ عشان تبقى كلها حته واحده. ايه؟ عشان المعرفه على السين. طيب عندك مثلا جزء البلكونه ده، هبتدي اول ما اخش هنا مثلا كده وبعدين امشي مع البلكونه كده. طبعا لو كيرف هعملها كيرف. عندك مثلا حته زي دي، انت عارف ان الحته دي اكيد ممكن ما تبقاش موجوده، يعني معنى ان ممكن هي تتقفل في الحته دي كده. لان عارف ان اكيد انا مش هسيب الزنقه ده مثلا للفران تطلع فيه، او فانا ما بحبش احط ايه كسرات كده انها تبقى عشش عصافير او بتاع، ده ما يبقاش كويس. تمام؟ ان انا الف واقوم اعمل الجزء ده، فمثلا اوقفها هنا كده مثلا، الحته دي كسرها كده. لو هو ما قاليش ان هو محتاج ارميد او اي حاجه للجزء ده يبقى انا همشي ستريت ومش هلف معاه. مثلا دي كده وبعدين هنقفل الشكل ده بالمنظر. طبعا في حاجه هنا، طيب مش مشكله، يعني المهم ان هي دي تقريبا لو احنا جينا عملنا موز دي حدود البلاطه شكلها بالمنظر. تمام؟ لازم احدد حدود البلاطه، انا اللي محتاجه من المعماري حدود البلاطه دي شكلها عامل ازاي. تعالى نمسك اي بلان من البلانات دي، يعني انا لو عندي البلان اللي هو المعماري ده على فكره ده حدود البلاطه جاهزه اهي، هو رسمها لي اهي بالمنظر ده، دي حدود بلاطه الارض. لو انا خدتها كنترول وشيفت مع سي
يعني كنترول وسبيس بوينت وخدت النقطه دي كده وبعدين جيت هنا وبقول له كنترول في امسكها من عند حاجه موجوده معمول يعني وناخدها كنترول شيفت مع سي من الكورنر بتاع العمود وكنترول بي من الكورنر بتاع العمود فهي حدود البلاطه هنا محطوطه اهي شايفين ماشي مع حدودها بالمنظر ده واحده واحده بس خلي بالكم على فكره فيها غلطه حدود البلاطه هو الشمس مش دي البلاطه ايه دي البلاطه لا لا دي حدود البلاطه اللي فوقيك اهي ما هي ماشيه معاك اهي سنعملها اريز ما هي حدود البلاطه دي حدود البلاطه اللي فوقيك اللي هي دي دي حدود البلاطه اللي فوقيك البدروم البدروم كله حته واحده اهو مش كده اما انا باجي اعمل الارضي بجيب باخد الاول باخد الاول هو دي سقف الارض سقف الارضي ماشي هو بلاط الاول اه تمام يبقى انا هاخد الليمت بتاع البلاط بتاع الارضي من الاول مش من الارض انا دلوقتي دي ده الدور الاول خدت الليمت بتاعه من الارضي تمام انا قصدي دي كانت مرسومه عليه لكن انا لو هعمل همشي مع حدود البلاطه دي يعني هاجي اعمل بولي لاين بي ال وبعدين همشي مع حدود البلاطه يعني مثلا دلوقتي هو مش واضح الحته دي هل هو محتاج حدود بلاطه ولا لا خلاص انا همشي كده مع دي ادي دي اهي ايه عشان طبعا الخطوط الدوتد بتبقى اخف في الرسمه وانت دي حاجه بس بتوجهك مش اكتر المهم يعني هتيجي تمشي مع حدود البلاطه دي واحده واحده بالمنظر ده كده كده وهكذا بقى لحد ما تلف البلاطه دي كلها من اولها لاخرها طب وبعد ما اعمل حدود البلاطه هبتدي اقوم افضي الشكل ده كله افضيه ازاي يعني اي حاجه ملهاش لازمه فرش ممكن افضيه بس ممكن اعمل الكاميرات يعني ايه اعمل الكاميرات يعني دلوقتي اول حاجه هاجي اعمل لايرز انا بس عشان هنا في لايرز كتيره احنا ممكن ناخد المشروع ده كله كده في فايل جديد لوحده اللي حصل لك طبعا فايل تقيل معنا كنترول بي زوم هول هو طبعا لما المكاتب المعماريه بتاخد لايرز كتيره قوي ممكن في لايرز مش مستخدمه هو معاه فايل كده في لاير جاهز باللاير بتاعه ففي لايرز كتيره ملهاش اي لازمه انا خدته كوبي عشان اخد اللايرز بس اللي ليها لازمه يعني لو انا رحت بقى على الفايل اللي هو التاني ده تلاقي فيه ولا تقريبا نفس عدد اللايرز مش عارف بس المهم يعني عادي ممكن تشتغل على ده يعني انت لو عايز تشتغل على ده هتيجي هنا تقوم تعمل نيو لاير تسمي اللايرز اللي انت هتتعامل معاها زي ايه سلاب باوندري وبعدين هخلي لونها انا دايما بحب اخلي لونها اصفر والسكنس بتاعها تخين 0.35 مثلا او 0.3 وبعد كده هعمل لاير اسمها بيم underscore structure واخلي لونها بنفسجي وبرده سمكها تخين مثلا 0.3 وبعدين هعمل لير اسمها column underscore structure وبخلي حدودها لونها
أصفر. كولوم ستراكشر، وبعدين بعمل حاجة اسمها كولوم هاتش. وما تستخدمش الكولومز بتاعت المعماري، اعمل انت الكولوم بتاعتك. كولومز هاتش، نخلي لونه احمر والسيكنس بتاعه خفيف. تمام. دلوقتي انا عايز اعمل السلاب باوندري، هاجي اقوم عامل عليها علامة صح كده، وهمسك بقى البلاطة دي. طب تعالى نمسك بلاطة اللي هي الدور الارضي دي. انا دلوقتي عايز اعمل سقف البدروم اللي هي بلاطة الارضي. حدود البلاطة فين؟ هاجي اقوم اعمل بولي لاين. بص كده ركز معايا، عندك مثلا حاجة كده اهي، وبعدين على فكرة انت ممكن تجيب حدودها من هنا، بس خلي بالك ان هنا انت عندك الحيطة دي وهنا عندك فرق مناسيب، يعني عندك الجزء ده على منسوب زيرو والجزء ده على منسوب تاني. فهاجي كده انا همشي مع الدايرة دي، داير ما يدور، كل دي بلاطة يعني كل ده فراغ اقدر امشي عليه، اهو كمر حاططهولك. وبعدين هاجي هنا هقوم اعمل بقى، المفروض اعمل هنا كيرف، ما هكسره بس كسهولة. وبعدين هنيجي هنا الجزء ده معايا، وهاجي امشي كده، وبعدين هنا ده كده، وهخش بالمنظر ده. طب انا همشي مع الخط الاصفر ده الدوتد، الدوتد ده معناه ان هو ايه، جزء من السقف اللي فوق. تمام. هاجي امشي كده واجي اروح عند العمود ده. طب انا همشي مع الخط الدوتد ده ولا كاني شايفه، هاجي هنا مع العمود ده كده. ما عاد انت بس برضو عشان تبقى عارف ايه اللي بيحصل ده. وبعدين انت ممكن عايز تاخد الجزء اللي هو بتاع الكوبري ده معاك خده، عايز تحلله بره وترمي الرياكشنز بتاعته اعمله اللي يريحك يعني. بعدين هاجي هنا ادي ده كده، ونفس الكلام اللي قلته هنا، ده العمود، وبعدين دي الكاميرا، وبعدين الكاميرا دي داير ما يدور، يعني مثلا انا لو هكسرها، بس طبعا انت عاملها يعني سيركل او شوف الراديوس بتاعها كام، بس هعمل حاجه تقريبيه اهي. المفروض يعني انت اللي هتعملها سيركل، او تاخد السيركل دي وتاخد منها كوبي، وهي دي اللي هتستخدمها. ما انا اصلا عامل بولي لاين، او ممكن تعملها جوين بالظبط. عندك بقى بعد كده عندك دي، وبعدين دي، وبعدين الجزء ده. انا بس مش عايز الناس تتلخبط، بس عندك دي كده، وبعدين هتمشي مع الكيرف ده. يعني انا لو هاخد الكيرف ده لاينز، الكيرف ده على فكره حدود الحيطه اللي هي باينه. ايه ده، انا كنت شغال بولي لاين. طيب تعالى نسلكت سامبل وجوين. شايفين دي حدود البلاطه، لو انا خدتها كوبي سي او حتى السلم دي احنا قلنا ممكن نعملها بره، حاجه خارجيه وتتشكل بره، يعني ممكن ما تبقاش جزء من النظام الانشائي بتاعنا، زيه زي الحته دي ممكن نشكلها ونحلها بره. ايه ايه اللي على الطريق؟ السلم ده انت ممكن، يا جماعه السلم ده ممكن بيتعمل ازاي؟ بتيجي كده على الارض وتعمل قاعده بالمنظر ده، قاعده صغيره، وتقوم مطلع منها سمل كده، والسمل ده بتقوم محمل عليه السلم، يعني ممكن يبقى اول درجه اللي هي دي الدرجه بتاعت السمل، وتلاقيك طالع كده مثلا، وتلاقي البوابه بتاعتك عامله اولى من لا، بس المفضل انك تعمل البتاع ده. في ناس بتستسهل وتعمل ايه؟ ما تعملش القعده ولا تعمل الكلام ده، على طول يوم ايه؟ جاي يا عم شويه خرسانه كده اي حاجه، واقوم بادئ بيه السلم. بس ده كلام صح، ده البروفيشنال. عامل له قعده وخاسبها
طيب عندك دي حدود البلاطه. طب خلاص انا عرفت حدود البلاطه، وبعدين هقوم بقى ابتدي اقوم اشوف العمدان. يعني مثلا عندي العمود ده، انا بفضل انك ترسم العمدان دي تاني او تعدل عليها. ليه؟ انا بحب ارسم العمدان بوكسز، يعني ما تبقاش بالمنظر ده. يعني احب مثلا اعمل ايه، هقوم اجي على اللير اللي اسمها كولوم سي، كولوم اندرسكور ستراكشر ده، وبعدين هاجي على ريكتانجلر واقوم عامل ريكتانجلر هنا في الحته دي، واجي مثلا هنا اقوم اعمل ريكتانجلر في الحته دي، وامسكهم عمود عمود واعملهم كلهم ريكتانجلز، وما استخدمش عمدان المعماري دي. ليه؟ عشان اخد الهاتش مع الريكتانجلر اللي انا رسمته ده واعمل له بلوك، وهو ده يبقى العمود بتاعي اللي انا ممكن اعدل فيه سي 1 سي 2 اي حاجه. تمام؟ وهعمل الكلام ده على كل الاعمده. لا هو لو انت لاحظت هتلاقي دي خطوط مكسره ولا ايه، هو معمولها بلوك، يبقى في عمدان وعمدان. عشان كده بقول لك مش هتلاقيهم كلهم مظبوطين، ممكن تلاقي في عمدان معموله ايه؟ لا هو هنا مش حاطط حاطط محاره، لا فين خطوط متقطعه؟ لا هو لو محاره بيقوم جاي عامل خط تاني وقايل ان في 5 سم محاره بس مش حاطط. لا كان هيقول قول لي بس لا عمود ايه؟ لا 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 ده على فكره في حاجه، يعني ده مش طبعا يعني في انا شفتها مسحتها بقى قبل كده اللي هي دي امسحها. لا دي مش موجوده اصلا، تمام دي مش موجوده، وكان في واحد هنا. لا 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 مش موجوده اصلا. ايه؟ دي مش عندنا اصل، ده كان واحد خده ولعب فيه يعني في ناس وهي بتاخد كوبي تكون واخده كوبي من حاجات ثانيه ويجي يعمل بيست تلاقيها جت في اي حته في اللوحه. طيب عندك بقى دلوقتي، يبقى انا كده اخدت حدود البلاطه والعمدان. انت كده يبقى انت عملت ستاتيكال سيستم نوعه ايه؟ فلات سلاب. بس هو مش فاضل غير انك تحط الايه؟ الثيكنس بتاعه. يبقى اذا انا لو عرفت حدود البلاطه ووقعت عليها العمدان يبقى انا عملت ايه؟ عملت سيستم فلات سلاب. طب لو انا عايز اعمل سوليد سلاب لازم تفكر صح. يعني ايه افكر صح؟ اشوف هل انا هضرب حاجه ولا لا. يبقى انا عندي دبل روم ومش فارق معايا في حاجه، ابتدي بقى احط كاميرات زي ما انا عايز. يعني اجي كده اقف على اللاير اللي اسمها يعني اللي هيستخدم سوليد سلاب، هاجي كده هقول مالتي لاين. انا بس عايز اعرف اللوحه دي مرسومه بالملي ولا بالسنتي. ديستانس اي ديستانس كده، اللوحه دي بالمتر. هاجي هنا هقول له مالتي لاين ام ال، وبعد كده هقول له الجاستيفيكيشن بتاع المالتي لاين ده بوتون، والسكيل بتاعه مثلا هعمل كاميرا 25 سنتي. تمام؟ هاجي هقوم اعمل كاميرا مثلا من اول هنا لحد هنا كده، هي دي الكاميرا بتاعتي، ابين اللاين سيكنس عشان السيكنس بتاعها هيبان. عشان كل الحاجات اللي احنا عملناها دي ها بتقول ايه؟ قصدي على اه طبعا انت هتاخد سكاشن، بس انت مش لازم ترسم كل الربات. انت اللي بيحصل بتقول الباك دي مثلا هو البلوك، وتقوم عامل انديكيشن دايره كده وفيها بلوكات، طب ذات البلوكات شكلها عامل ازاي. بس يعني لو انت هتصمم هو البلوك هاجي كده اقوم اعمل يا جماعه مالتي لاين، واشوف بقى اماكن الكاميرات. يعني الحته دي نافع ان يجي فيها كاميرا، اقوم ايه واخد فيها كاميرا. طب انا عايز نغير الجستيفيكيشن نخليه توب كده. انا شايلت الكاميرا فين؟ هنا جزء منها من العمود وجزء على الكاميرا اللي جنبيها. نفس الكلام هقوم اعمله. لا عادي عادي مش مشكله. طبعا العمود لو قطعه زاد هيبقى احسن. انا على فكره ممكن يعني لو الكاميرا هنا وجايه كده على الكاميرا ايه اللي هيحصل؟ مع الكاميرا شايلاها خلاص هتقوم محمله كانها على العمود. يعني هي تقريبا اصلا كلها على العمود. يعني الحته دي لو استمش هتلاقيها 3 4 سم. يعني مفيش طايره مفيش واحد
3 سنتي مش حاجه يعني. انت ممكن تكبر العمود ده 3 سنتي يعني، ممكن العمود ده لسه اصلا ما مش عايز افرط في حاجه، والحاجات دي كلها ممكن تتغير بعدين. ممكن العمود ده بتاعه يتغير وتقعد بقى انت قاعد شاغل بالك ازاي العمود دوت مش عارف ايه وهيشيل ايه، وبعد كده تيجي تفاجئ تلاقي العمود ده بقى 50 سنتي. طب ده انا قعدت بقى قعدت ساعتين بضيع وقت على الفاضي صح. فبالتالي ما تشغلش بالك بقوي بالتفاصيل دي، اول ما ده يبقى اكزاكت وفاينل ابتدي اشغل بالي دي تشال ازاي دي تعمل ازاي وهكذا. طيب نفس الكلام بقى ابتدي يعني واكب بقى الكلام ده، يعني هتيجي بقى تمشي هنا تعمل مالتي لاين، شوف بقى الكاميرا يتحط فين بحيث ان هو ما يبوظش الدنيا ويبقى شكله طبيعي. يعني ده مثلا كاميرا هنا كده، انا حملت الباكيه دي وقيس على ذلك عندك الباكيه دي اهي. كم حمام عامل 12 ولا 25؟ ايه؟ باكيه زي دي صغيره انا مش شايف فيها 12 عادي جدا. تمام؟ عندك مثلا هقول لك عندك دي كده امسك دي اعمل لها موف لما جبتها اهي، ويعني يا دوبك محملها على العمود، وبعدين هاجي اقوم عامل كامرتين 12 كده عند الحمام ده. تمام؟ عندك مثلا انا بس بعمل كانديكيشن، بس انت المفروض يعني هتعمل الكلام ده بالظبط. يعني انا الموضوع خلاص بقى معروف بالنسبه لنا، هبتدي اشوف تحميل الباكيات نفس الكلام، هجيب كاميرا هنا، انا مش شاغل بالي وانا برسم الكاميرات لان انا عارف ان اللي تحت ايه؟ بدروم فكلهم سيان. صح؟ طيب ايه رايكم في الخط اللي جاي من الاول للاخر ده؟ الخط ده اعمل ايه؟ كل اللي هتعمله هتيجي مثلا على فكره في حيطه هنا على الباوندري صح؟ عايز ناس تركز هنا في حيطه. تمام. الحيطه دي طالعه لحد منسوب كام؟ التوب ليفل بتاعها على حسب انا عندي منسوب الحته دي كام؟ منسوبها 15 يبقى احطها منسوب 15 تبقى هي ايه؟ هي بدايه راسي. تمام؟ وبعدين هشيل عليها البلاطه في الجزئيه دي، يعني الحته دي البلاطه هتبقى متشاله على الحته دي. طيب هاجي مثلا عندي بقى كده ممكن اشيل اعمل كاميرا، واحد يجي يقول لي يا باشمهندس انا كده هحط كاميرا في الحته دي ازاي؟ هقول له حطها كده مالتي لاين. طب يا باشمهندس ده كده شكلها مش عاطفي، هي مش عاطفي تحت لكن فوق انت بالنسبه لك البلاطه ايه؟ متشاله. وبعدين الجزء ده كله متحمل على ايه؟ على الحيطه اللي هي موجوده على الباوندر هنا. انا لو جيت خدت الحيطه دي كوبي وخدناها كنترول سي وبعدين هنا كنترول في شد ايه؟ تمام. بس انت عندك يعني هو قاطع يعني هو باين لك جزء منها، بس انت بتبتدي تكملها يعني. هنا مفيش حيطه، الحيطه موجوده هنا. تمام؟ سند التراب اللي هو موجود هنا، فانت بقى كمل الحيطه شوف انت عايز تسند بايه. انا بس عايز اوضح لك ان في حيطه هنا، يعني الجزء ده من البلاطه متحمل وان واي على الحيطه وعلى الكاميرا اللي انا هرسمها هنا، ونفس الكلام الكاميرا اللي انا هرسمها هنا. ده بالنسبه للناس اللي هتشتغل سوليد سلاب. لو انت فلات سلاب الموضوع هيبقى سهل جدا، ولا هتخش في كل اللعبكه دي. هتشوف الحيطه حدودها فين، البلاطه حدودها عامله ازاي، طبعا اكيد مع الحيطه، العمدان فين، طلع الكلام ده بره، حط لي سيكنس الحيطان، حط لي الاكسات، حط لي الابعاد، كل الكلام ده يبقى ايه؟ مظبوط. يعني انا عايز في الاخر الشغل يبقى طالع عامل كده. بص كده على اللوحه دي، شايف الاكسات طالعه عامله ازاي؟ خط دوتد صغير خفيف، الداش دوت بتاعه مظبوط، واحد حاطط عليه الابعاد كلها مقسمها مفقطها، والتاني حاطط عليه البعد الايه؟ البعد الكلي. ده الكلام لازم، واحد هتلاقيه جايب لي لوحه قرع المره الجايه، دي بنسميها لوحه قرع ما فيهاش اي حاجه. تمام؟ لازم الاكسات تبقى موجوده، اكس موضح عليه الابعاد كلها، واكس ايه؟ مفقط فيه الابعاد. عامل وول تقول لي السكنس بتاعها كام والتوب ليفل بتاعها كام. ما هي الاكسات اللي هي عندها اعمده، مش عايز اي اكسات ثانيه، انا محتاج اكسات ليه؟ عشان اعرف في التنفيذ اوقع الاعمده. اه طبعا. في اكسات معماري انت ممكن ما تحتاجهاش، بس هو غالبا بتبقى هي نفس اكسات المعماري. بالظبط، انت هتاخد هي اكسات المعماري دي زي ما هي. بس انا بحب اغير الباترن بتاعها واظبط فيها حاجات. انا اقصد الاماكن بتاعتها بس شكله كده اغيرها. بالظبط. يعني مثلا يعني شايف حاسس ان هو حاطط اكسات زياده.
بس انت شوف يعني شوف هو حط اكسات زياده ولا هي اكسات المين بتاعتي ممكن تبقى هي نفس الاماكن مش شرط احط كل الاكسات ايه ما انت انا قصدي غالبا هتبقى هي نفس كل الاكسات بس بص عليها تمام ابتدي بقى امشي الكامر زي ما انت عايز طبعا الكامر الموضوع صعب شويه في الموديلنج بتاعه على حساب اللي عايز يشتغل الاثنين عايز تعمل كومبينيشن ما بينهم سقف سوليد سقف فلات يعني مثلا ممكن انا لو منكم هعمل الجزء الملعبك ده اللي هي ايه سقف البيزمنت الثاني وسقف البيزمنت الاول وسقف البدروم سوري سقف الارضي ممكن دول اعملهم يعني اللي هم البيزمنت يعني اللي هم بص عشان بس ما تتلخبطش والله هنقول كده عندنا دي الرابت الرابت من فوق اهو تمام دي الرابت وبعدين عندي بيزمنت هنا بيزمنت 2 وهنا عندي بيزمنت 1 وبعدين هنا عندي الجراوند وبعدين هنا عندي البريس انا ممكن اعمل السقفين دول سوليد سلاب سوري فلات سلاب ليه؟ ممكن اعملهم فلات ممكن اعملهم سوليد براحتك يعني انت عايز تعمل المبنى كله سوليد براحتك انا عايز تنوع ممكن تعمل سقف منهم ده سوليد وده فلات ممكن تعمل الاثنين دول سوليد وبقيه المبنى كله ايه؟ فلات براحتك بقى شوف بقى ايه اللي انسب واعمله يعني انا سوليد طالما الكاميرات متاحه طالما الكاميرات متاحه اعمله على فكره انت لو طلعت فوق برضه هتلاقي الكاميرات متاحه يعني انت لو طلعت فوق كده في السقف اللي هو ده شايف هتلاقي الدنيا كلها متظبطه هتلاقي الكاميرا متاحه انك تحط طب وصل الفيشه كده بعد باشمهندس طب شيلها حطها تاني هتلاقي برضو الدنيا كلها متوزعه حواطط تقدر تحط فيها كاميرات زي ما انت عايز يعني انت تقدر تشتغل مبنى كله سوليد ستاب مش بس انا ممكن تنوع طبعا فلات ستاب مفيش اسهل منها تمام بس انا يعني حاول مثلا تخلي حاجه سوليد على حاجه فلات كده جرب ليه؟ عشان دلوقتي ممكن نبعت كذا سقف ونحط سقف حبه سوليد مع حبه فلات يعني ايه يبقى منظره ايه شيك كده طيب هاجي انا كده خلينا في السقف ده بعد ما اخلصه يبقى انا كده عملت الاستاتيكال سيستم طب وانا احط الكاميرا كده ارعى كده لا لازم اكتب عليها بيم 25 في 70 بيم زي ما انا قلت لك في الفايل ده كده كاتب عليها كده طب يا باشمهندس ما اعرفش افرض عندك الاسبان على 10 و12 و14 ابتدي شوف بقى تمام طيب افرض انا عندي كاميرا مستمره يعني كاميرا زي دي وسرحه مثلا هنا جايب المنظر ده وكل دي مستمره مع بعض يعني عشان والكاميرا دي حديدها كلها جاي مع بعض هعمل ايه عندي حته 2 متر وحته 4 متر وحته 5 متر همشيها كلها مش هقول ان دي 20 ودي 40 ودي 70 همشيهم كلهم حاجه وسط 60 مثلا اللي هي كانت عايزه 70 الحديد بتاعها هيبقى زياده شويه واللي هي كانت عايزه 20 الحديد بتاعها هيبقى المينيمم تمام فبالتالي ايه لازم اوسطن الكاميرات يعني مش هقول بقى ده دي يا باشمهندس مش انت قلت لنا ان دي سبان على 10 طب يا ابني دي كاميرا مستمره انت كده قطعت استمرارها فبالتالي كلهم بقوا سيمبل الحديد بتاعهم مش هيبقى مستمر في بعضه فبالتالي هعمل ايه هحط زي قطاع وسط ما بين ال 70 وما بين ال 30 مثلا شوف بقى الباكيات بتاعتك شكلها عامل ازاي ده بالنسبه للناس اللي هتستخدم سوليد سلاب تمام ايه تاخد دبس واحد اه بس خلي بالك ممكن يبقى فيه كاميرات كبيره يعني في سبانات ساعات بتبقى 10 متر وسبانات 3 متر حرام ان انا اخلي ال 10 زي ال 3 هيبقى فيه ويست ايه؟ لا طب انا إيه؟ فرحتي يعني ان انا مثلا خليت الكاميرا الدبس بتاعها متر وبقى الحديد كله المينيمم ما هو وفر حديد ايه؟ ما اصلا هي مش محتاجه حديد انا خرسانه شايله كل حاجه يعني هو عايز اصلا ايه؟ ده ممكن يعني هو حطينا المينيمم عشان تبقى خرسانه مسلحه لكن الكاميرا ذات نفسها تقيله تشيل الحمل من غير حديد تمام فنستخدم دبس اللي يجيب لي حديد ان بتوين الماكسيمم والمينيمم انا كده صح طيب انا عايزكم يعني ان شاء الله على المره الجايه
اللي يحصل ايه كالتالي. تمسك كل سقف من دول تشوف حدود البلاطه بتاعته ايه. احنا بص احنا عندنا كام سقف. اول سقف احنا عندنا ثلاث اسقف، سقف البيزمنت الثاني وسقف البيزمنت الاولاني وسقف الجراوند، هما ثلاث اسقف دول. سقف الجراوند اللي هو ايه؟ الدور الاول اللي هو متكرر. تمام؟ يعني انا عندي سقف 2 3 4. طيب بالنسبه لكل سقف من دول لازم توضح عليه ايه؟ الكاميرات اللي فيه، سمك البلاطات، الاسانسير بير المصعد. يعني لو انا عندي اسانسير لازم اخد فيه قطاع. بصوا يا جماعه انا مثلا عندي اسانسير وادي الكور بتاعه اهو. الرسمه بتاعت الاسانسير بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى حاجه مثلا كده بتقول ان هنا في اسانسير، التشكيل بتاعه بيبقى حاجه كده قبل المنظر ده كده. ده معناها الراجل اللي بينفذ عارف ان ده هنا ايه؟ في اسانسير. مش عايز تعمل التشكيل ده، اعمل مربع وقول هنا في فراغ عشان الراجل اللي هينفذ ما يصبش بلاطه. هو ده اللي انا عايزه. ده بالنسبه للاسانسير. تيجي في الرافت، يعني انت بتعمل البلاطه بتاعت الرافت، يعني الرافت دي برضو انا هرسم حدودها اللي هي لوحه الايه؟ لوحه الاجساد والاعمده، صح؟ ولوحه الرافت ذات نفسها حدودها شكلها عامل ازاي؟ طبعا حدود الرافت هاجي على اخر بلاطه اللي هي دي والف حواليها بخط واوقع العمدان على الخط ده، تبقى هي دي حدود الرافت ودي العمدان اللي ساقطه على الرافت. العمدان اللي ساقطه الرافت دي المفروض يبقى باين عليها ايه؟ سمكها، سمك الرافت دي كام؟ الاشاير بادي السلم لو طلع منها سلالم. يعني انا لو عندي رافت كده وفي سلم هيطلع منها، لازم كده تقوم انت عامل خط دوتت كده وتقوم حاطط فيه شويه تسليم وبنسميه اشاير بادي السلم. ليه؟ عشان اللي هيصب الرافت دايما، الناس برضو يا جماعه وهي بتصب الرافت تنسى ان في سلم هيطلع من الرافت، تقوم الراجل عامل ايه عشان يصب السلم؟ جاي وداق في الرافت وهو مزرع فيها ايه؟ اشاير السلم. طب ما انا اصب الاشاير من الاول، صح؟ ونفس الكلام لو انا عندي اسانسير، يعني لو في الحته دي في اسانسير واقوم اجي واقوم قايل ان هنا في ايه؟ في اسانسير، واقوم اقطع هنا. ليه اقطع هنا؟ عشان اديله السكشن ده. طالما في اسانسير يبقى الرافت هيحصل فيها دروب جامد قوي كده عشان بير المصعد. تعالى كده نرسمها. بصوا يا جماعه الشغل اللي جاي ده هيبقى شغل كاد صرف، انت قاعد عمال بترسم بس، وهيبقى الموضوع مهم شويه. موضوع السيركل سيستم ده ان ده مش سقف واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ده ايه؟ اربع. ده انت عندك اكسات واعمده، صح؟ وعندك لوحه رافت وسقف البيزمنت الثاني وسقف البيزمنت الاول وسقف الجراوند وكل ده، ومحتاج بقى تطلع تفاصيل واجسات وتعمل دايمنشن وتعمل حاجات كتيره وفويدز، فمحتاجه شغل، فمحتاجه تعب. لو رحت وترخيت وقلت الموضوع سهل، ابدا فيه وشوف هو سهل ولا لا. يعني حط ايدك فيه وامسك وجرب اعمل سقف واحد، شوف هياخد منك وقت قد ايه. تحس الموضوع مش سهل خالص. اول مره بتبقى صعب. انت ممكن ايه يا جماعه الحاجات السهله دي؟ ما انا عارف ان في كاميرا تتحط وبلاطه وحدود البلاطه. حط ايدك في الموضوع وجرب كده وشوف الموضوع سهل ولا لا. مهندس كمصنع ده كان اسمه سقف بي1 ولا؟ بص بص، ده البيزمنت الكام؟ البيزمنت الثاني، صح؟ دايما اي مبنى بيبقى فيه حاجه اسمها الارض. ده الدور الارضي. الدور الارضي ده دي بتبقى اسمها بلاطه الارض او سقف البيزمنت الاول، تمام؟ وده بيبقى اسمه بلاطه البيزمنت الاول او سقف البيزمنت الثاني. طيب دلوقتي يا جماعه السكشن بتاع بير المصعد بيبقى شكله عامل ازاي؟ عندك الرافت ماشيه بالسكنس الطبيعي بتاعها اللي هو المتر مثلا. طبعا احنا عارفين السكنس بتاع الرافت بنحدده ازاي؟ عدد الواو محجوب في كام؟ ب 10 سم. عدد ايه؟ الرافت بنحدد السكنس الامبيريكال بتاعها من عدد الادوار. يعني لو انا عندي عدد ادوار 10 يبقى بقول الرافت مثلا كام متر؟ 15 يبقى الرافت ايه؟ متر ونص. 20 الرافت مثلا 2 متر. بس طبعا لو انت عليت عن 20 لازم تشوف تشوف البريشر اللي هيبقى على التربه قد ايه. يعني انت دلوقتي عامل مبنى 40 متر، هتقول الرافت 4 متر. الرافت ايه ال 4 متر؟ انت لو جيت حسبت حمل المبنى وقسمته على الاريا هتلاقي عدى البيرنج كباست بتاع السويل، فبالتالي هتحتاج تعمل ايه؟ تنقل حمل المبنى بالطبقه القويه وتقوم موديه بايرز. تمام؟ انتوا لو ساعدتوني ممكن نجرب المبنى ده على بايرز. يعني نجرب نحط نجيب رياكشنات المبنى دي ونعمل رافت اون بايرز بس نجري بس. طيب دلوقتي انا عندي الرافت ماشيه كده السمك بتاعها متر،
هقوم انزل كده كده واطلع كده بالمنظر ده، وبعدين هاجي هنا هلاقي بير المصعب بالمنظر. تمام. انا بقى لازم اتاكد ان المفروض الدايمنشنز دي ما تقلش عن متر، يعني المفروض ان الحته دي ما تقلش عن ايه؟ يعني لازم اخد خط موازي كده، طبعا دايما بنحاول نخليها ميل واحد لواحد. تمام؟ فاعمل خط على ميل واحد لواحد مارك بالنقطه دي، واخد منه اوفست كام؟ متر، وهنا نفس الكلام، يبقى انا كده عملت بير المصعب. طب صفه التسليح بتاعتها عامله ازاي؟ عاديه جدا. حديد الرافت هيمشي كده ومش هيقف هنا، هيخش هنا بطول رباط. تمام؟ ونفس الكلام ده هيمشي هنا، هيخش هنا بطول ايه؟ رباط. وبعدين داخل وطالع كده، وداخل وطالع هنا بطول رباط. نفس الكلام، الحديد اللي هنا هيبتدي يكون نازل كده، والحديد اللي هنا هيبتدي يكون نازل كده. انا بنزل ده لتحت كده، وبعدين ده كده وده كده. تمام؟ يعني انت عمال بتمشي حواليه، بس لازم ما تقفش هنا، تقوم داخل طول رباط بالمنظر. دي تفصيله التسليح بتاعته، بس لسه هنجي لها قدام، بس انا بقول لك ايه شكلها عامل ازاي. طيب عندك ايه تاني؟ اسانسير. نيجي لتحمله الرامب برضه عشان نبقى عارفين، نطفي النور. بص كده، عايز تركز في الرامب ده جدا. عندك الرامب ده، هسألك أنا سؤال، الرامب ده كام دور؟ كام رامب؟ اتنين تحت بعض، صح؟ يعني رامب كده؟ تمام؟ صح؟ أدي السقف هو العادي اللي مغطي، يعني أول حاجة دوت منه للسقف، صح؟ وبعدين رامب تاني تحت كده، صح ولا إيه؟ أنا عندي رامبين فوق بعض. طيب تعالى نشوف تحملة الرامبين دي إزاي نشوفها. ركز معايا، شايف العمدان دي؟ ادي عمود، وادي الثاني، وادي الثالث، وبعدين الرابع محذوف هنا في الحته دي. اعمل ايه؟ ركز معايا، هاجي اقوم مكبر العمود في الجزء اللي عند الرامب ده. ازاي؟ يعني مثلا العمود ده اخليه كده، ده عامل لهم كذا بلوك. طيب العمود ده هخليه كده، كبرته لحد ما عمل ايه؟ لعمل ما عمل تاتش مع الرام. وبعد كده لما اطلع فوق ابقى اخليه بالايه؟ بالقطاع اللي هو ده. تمام؟ بدل ما ايه ما اعمل عمود جنبه، هو يطلع كبير وبعدين بعد ما اطلع لفوق اخليه ايه؟ اخليه كده. تمام؟ او عايز تعمل عمود جنبه، يعني انت عايز تعمل عمود، يا حاجه زي دي هتولد مومنت ولازم تتاكد منه. اما انت عايز تعمل عمود شمعه ويبقى حاجه كده صغيره تشيل عليه الرامب، اوكي هتطلع عمودين جنب ايه؟ جنب بعض، ده ماشي وده ماشي، بس خلي بالك ان الاولاني ده ايه؟ في حمل جاي عالي قوي من فوق هيجي على قطاع كبير، ممكن يعمل ايه؟ حبه مومنت. ايه؟ هيعمل اكسنتريستي، فلازم ما هو عادي مفيش مشكله، بس اتشك ان الكلام ده مش هيطلع لي مومنت عليه، يعني اصمم العمود ده. فممكن اعمل بالمنظر ده او الاوبشن الاولاني، كده هقوم اعمل كاميرا ماشيه مع الايه؟ مع الرامب، صح؟ طب والناحيه الثانيه؟ لا ما الناحيه الثانيه في حيطه بقى. طب واحد يجي يقول لي يا باشمهندس، طب ما كان ينفع احط عمدان بدل الحوائط؟ دلوقتي ده انت عندك بدرومين. يعني ايه بدرومين؟ يعني 3 متر و3 متر، فانت لازم تسند التربه دي، ما ينفعش تتسند. يعني انت عارف لو كنت بتسند 2 متر كان في ناس ممكن تعملها ايه؟ عمود وعمود وكاميرا، وقوم عامل مباني طوب مثلا بسمك متر ولا حاجه، سوري طوبه، مباني طوبه اللي هي 25 سنتي، واسند بيها الايه؟ واسند بيها التراب اللي بره، بس دي 6 متر، البريشر هيبقى ايه؟ عالي، هتلاقي المباني الطوب دي ضربت منك، فلازم تبقى خرسانه. فلازم اعمل حيطه خرسانه داير ما يدور المبنى، يبقى اذا الرامب ده متحمل على ايه؟ على الاعمده اللي هي من هنا، اللي هي شايله كاميرا داير ما يدور الرامب، وعلى الحيطه اللي ايه؟ اللي من الناحيه الثانيه. فانا لازم ابين الكلام ده، يعني لازم اخد سيكشن في الرامب واوضح الاعمده والكاميرا اللي ماشي معاها والبلاطه بتاعت الرامب موجوده فين. الكاميرا الداريه دي هل هيبقى عليها ترش؟ اه طبعا هيبقى عليها ترش، اكيد اه صمم على الترش. بس هقول لك حاجه، يعني انت دلوقتي دي تقريبا شبه المستقيمه، يعني انت لو بتقيس تورشن، انا لو عامل خط من اول هنا لحد هنا اكسنتريستي بسيطه جدا، انت التورشن يبقى عالي لو كان الكيرفتشر ده كبير قوي. يعني انا ممكن حاجه زي دي ما اقلقش من التورشن قوي، هلاقي قيمته قليله.
نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا. الكيرف انت عارف لو كان الكيرف ده كله جاي حته واحده كنت اقلق منه، يعني لو ما كانش العمدان دي موجوده لا ده ولا ده ولا ده كان الكيرف ده ايه كله كبير، فبالتالي كان يبقى عليه تورشن عالي. لكن هنا انا فصلت الكيرف قسمته الحته. طيب ده بالنسبه للرامب ده. طيب الرامب ده كم دور؟ دور واحد بس اللي هو ايه اللي هو الحته دي بس. تعال نشوف تحملتها ممكن نحملها ازاي. رامب زي دوت انا ممكن احمله على العمود اللي طالع من هنا، طلع العمود ده اعمل له بقى عمدان شمع ماشيه معاه بقى، يعني اعمل له عمود هنا، او لو انا عايز امد ده كده شويه اقوم مده واقوم شايله بعمود هنا، وهنا هضطر ان انا احط له عمود يقف معاه يعني بعد ما يشيله خلاص ينتهي، وبعدين هنا اقوم اشيله على ده واشيله على ده. انا عايزك توضح لي التحميله بتاعت كل رام السيستم بتاعه ايه. عايز تاخدها بره وتعملها لوحدها اوكي، عايز تعملها على البلان اوكي، يعني الاثنين اوكي. طيب ده بالنسبه للرام الثاني. تعالى نمسك الرام رقم 3. مين الرام رقم 3 اللي هو اللي بيلف ده؟ نشيل الرام ده ازاي بقى؟ ناس تقول لي افكار. ممكن نشيل على الكور اللي هنا في الحته دي متشال على الكور. طب وهنا ممكن نعمل عمود دائري، هنضطر نعمل اعمده، يعني انا هضطر عند الحته دي مثلا مش هيكمل معانا في الحته دي كده اهو اعمل عمود. تمام. طبعا انت تظبط بقى ابعاده بحيث انها تدفن في الايه، وهنا مثلا احط عمود، وهنا اقوم احط عمود، وهنا متشال على العمود ده. تمام. نفس الكلام الكيرفتشر ده كبير جدا عايز اقطعه واكسره عشان التورش ما يبقاش عالي، اقوم احط عمود هنا. طب يا باشمهندس العمود ده اللي هو شايل الرامب ووقف خلاص، مين اللي تحتيه؟ ده هو الراب. تمام. فبالتالي ما فيش منه اي مشكله. هل في البدروم الدور الثاني البدروم الثاني هل ينفع في البارت بتاع الرامب ده اعمل كاميرات؟ ما ينفعش طبعا. عشان ينفع تعمل كاميرا؟ ما انت ده هتعمل فيه كاميرا مع نزول في الرامب نفسه ازاي؟ يعني لا قول الرامب اللي احنا جزء الرامب ده. تمام. لا انت انت معترض على ان انا فكره ان انا اعمل كاميرات معاه؟ اه يعني ليه؟ لو انا كاميرات والرامب نازل الكاميرات مش ممكن تعمل لي مشكله مع الرامب نفسه؟ ما احنا قلنا بقى بنقلبها دلوقتي. هقول لك عندك دي كده تمام هتنزل انت، لو انت نزلت من الرامب ده كده على فكره هنا بقى الكاميرا اللي موجوده على الجنب ده هنا، انت هيبقى عندك كاميرتين مش كاميرا واحده. كاميرا هتشيل البلاطه اللي هي موجوده هنا صح؟ الناس واضحه؟ بصوا يا جماعه عايز الناس تركز في الحته. لا ما تقفش في البوكسور. شايفين الحته دي؟ في بلاطه هنا هتتفصل عن البلاطه دي صح؟ اعتبر ان دول كانوا بلاطه واحده وبعدين فجاه لا ده في رام بقت كده صح؟ فانت محتاج كاميرا من هنا تشيل الرام ومحتاج كاميرا من هنا تشيل الايه؟ فبقى عندي كاميرتين. لا البلاطه بقى زي السلم زي السلم بيبقى في كاميرا مع السلم وكاميرا بتاعت البلاطه العاديه. فانا محتاج هنا اعمل ايه؟ كاميرا مع الرام، وهنا ممكن اعمل كاميرا مقلوبه بس شايله البلاطه دي صح؟ طب وليه قلبتها؟ عشان اللي واقف هنا ما ينترميش على الرام، الرام ده خلاص نازل لتحت. فبالتالي لا ممكن امسك الكاميرا اللي هي ماشيه دي كده واقوم ايه؟ اقلبها، فبقى في عندي كاميرتين، كاميرا ماشيه مع الرام وكاميرا مقلوبه شايله البلاطه. في اي مشكله في دي؟ حد مش متخيلها ممكن اشرحها تاني. التفصيله دي ممكن نوضحها برضه؟ اه يعني انا باخد الرام بره وهنا بحط الكاميرا دي الكاميرا بتاعت البلاطه. تمام؟ وبعدين بقول بقى كاميرا مقلوبه او انفرتد بيم او اي حاجه، واخد الرام ده لوحده بره واقوم احط له السيستم بتاعه بره. هو المفروض ده كده الرام ده نازل صح؟ نازل اه اشتغل. وبعدين طب العمود ده هوقفه فين؟ هوقفه مع الرام ولا هعمل ايه؟ مع البلاطه. مش هو شايل البلاطه؟ طالما انت هتشيله البلاطه يبقى مش هتوقفه مع الرام. يبقى اول صبه ليه هيتصب مع الرام، وبعدين اصب الرام اقوم مكمل بقيه العمود، وبعد كده ايه؟ هتقوم تصب بالبلاطه. تمام. وبعدين بقى الحتت اللي فاضيه، طبعا انت دلوقتي تبقى نازل مع الرام هتلاقي في فرق في فراغ كده نور صح؟ ممكن بقى تعمله مباني وتقفله ويبقى الرامب ده كله مقفول لحد ما ايه؟ لحد ما تنزل. ده اوفر من ان انا اعمل حيطه شايله الرامب كله. صح؟ ان انا اعمل له كاميرا وايه؟ كاميرا وعمود. طيب انا لما اجي اصمم الرامب ده هنصممه ان احنا هنحط لايف لود 500 كيلو على الرامب. لو انت دخلت جوه كود الاحمال هتلاقي بيقول لك في حاله الجراجات، طبعا الجراجين دول هتصممه مش عارف كود الاحمال بيقول 350 ولا 500. نخش كود الاحمال نشوف حمل الجراجات كام، وممكن ابقى اشوف لكم واكتب لكم بوست على الفيسبوك. تقريبا حوالي 500 كيلوغرام على المتر المثلث. ده لايف لود. لايف لود
كده الباكيت بتاعها كبيره قد ايه مثلا؟ يعني مثلا لا شوف على حسب الباكيت، يعني على حسب الباكيت شوف اكبر باكيه كام شورت سبان هتبقى 25 لايف لود عالي تبقى 30 وهكذا. طيب ده بالنسبه للرام ده. عندك البلاطه اللي هي دي بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى مغطيه السقف كله، بمعنى اللي هو سقف البيزمنت الثاني، سقف البيزمنت الثاني اللي هي البلاطه دي حدودها لو احنا ملاحظين هي من اول هنا كل ده، كل الحته دي كلها، على عكس اللي هي اللي فوق، بمعنى عايز اجيبها لك. انا قصدي ايه؟ ان دلوقتي الرامب ده بقى الغطاء بتاع السقف الايه؟ اللي تحت. يعني انا عايز اقول لك ايه؟ عشان اللي يجي يصب السقف انا مش عايزه يصب الحته بتاعت الرامب. فانت يا اما تعمل له حاجه من اتنين، يا اما توضح له ان هنا في رامب وتعمل له تفشير الرامب، يا اما تقول له ان دي فويد بلاطه كده وتقوم مفرغها. يعني الرامب ده بادئ من اول هنا كده بولي لاين دي كده، ومثلا انتهى بقى ثانية انت نزلت من هنا كده من الارضي وبعدين ماشي كده. طيب انا عايزك تبص كده، لو انا ماشي على الرنب في الجزء ده مين الغطا بتاعي هنا في الحته دي؟ سقف مين؟ مفيش يا طبعا. لا لا الرنب اللي فوق ده، يعني وانت ماشي داخل بتلف في الرنب ده في الرنب التاني فوقيك ماشي ايه؟ هو مش بنفس ميلك قوي، هو انت هتلاقيكم ماشيين مع بعض حته وفجاه ده بقى عمل ايه؟ عمل كده، يعني ده راح لف. تمام؟ فانا عايزك ايه؟ لو انت بصيت هتلاقي فيه انترسكشن، هو مش انترسكشن، هو الاثنين تحت بعض، يعني ده ماشي كده وبعدين ده فجاه خرج منه ودخل ايه ودخل هنا. عايزك تبص في الحته اللي هي تحت الرنب في البلاطه دي، يعني انت شايف البلاطه دي اللي هو البدروم ده، لو انت واقف عليه وواقف في الحته دي هل هنا في بلاطه ولا في فراغ في الجزئيه دي؟ بلاطه فراغ بقى، يعني هنا هنا في الحته دي. بص هو انت قدامك كذا اوبشن، ايه الاوبشن ده؟ انا من رايي ثانيه ان الحته دي تبقى بلاطه، يعني كل الجزء ده يبقى بلاطه وبعدين الرام بيجي ايه؟ اعتبر ان دي البلاطه اهي وبعدين جاي الرام ده كده. قدامك اثنين اوبشن، يا اما الحته اللي تحت الرام دي يبقى فيها بلاطه وتقوم انت مقفلها ومحوط عليها وتبقى زي مخزن او حاجه، او تبقى فاضيه بس لازم تبقى متصوره، يعني لازم يبقى حواليها سوق عشان الناس ما تقعش. فهو ده اللي عايز اتكلم فيه، هل حدود البلاطه جايه الحته اللي تحت الرامب دي فيها بلاطه ولا لا؟ تمام؟ الناس فاهمه ولا ايه؟ انا عندي البلاطه اهي وعندي الرامب جايه، انا مش عارف بقى اعمل الحته اللي تحتيه فيها بلاطه ولا افرغ البلاطه حواليه؟ لا احنا نعمل ان تحتيه دي فيها بلاطه، يعني اذا الجزء ده كله كل الحته دي بلاطه. صفر لسه مش اي حاجه، يعني استخدمنا مثلا تحت الرنب ده اللي مثلا اللي بيحصل بقى ايه؟ ان تحت الرنب ده بيجي يقوم قفله بحوائط مباني وعامل باب وزي مخزن كده بيرمي فيه اي حاجه. تمام؟ بتستغل المساحه. طب انا لو سبتها فراغ اللي هيحصل؟ انت لو واقف على البلاطه دي من تحت هتبص كده تلاقي السقف دبل هايت او السقف ايه؟ ماشي مايل كده. تمام؟ لان انت لو بصيت فوق وانت مفرغ البلاطه اللي فوقيك هتلاقي الرنب جاي بميل كده، صح؟ فبالتالي لا احنا نعمل البلاطه ايه؟ كلها، وبعدين الرامب ده بينترسكت مع البلاطه فين؟ عند الحته دي. تمام؟ طيب هل في فراغ في البلاطه دي؟ في فراغ في البلاطه دي، فين؟ الجزء اللي ماشي مع الرامب ده. يعني كل الحته دي فاضيه فين؟ في البلاطه، فانت لازم تصورها. صح ولا ايه؟ يعني انت لازم الحته دي تعمل حواليها ايه؟ سور، يعني لازم يا اما تعمل الكاميرا اللي فيها مقلوبه او تعملها مباني طول. براحتك، يعني عايز تسيبها فاضية بس ايه؟ هم عارفين بعد كده معماريا ان هيبقى فيها مباني طوب. طيب ايه؟
هو الواضح من هنا ان هي فيها بلاطه يعني، يعني هنا الجزء ده فيه بلاطه تمام. وانت يعني عايز تسال المعماري اساله، اصل احنا ما بنتصرفش من دماغنا، هو عايز هنحط مش عايز مش هيحط. طب انا افرض حطيته وبعد كده جه هو قال لي لا انا عايز الدبل هايت وبتاع، ولا عايز حته بقى ولا صندوق ولا جزء اقفله ولا خلص الزباله فاضي يعني. طيب ده بالنسبه للرامبات دي. حد عنده مشكله او اي سؤال في الرامبات؟ على فكره هي اصعب حاجه في البدرومات والكلام ده السيستم بتاع الرامبات، انك تعرف هي ماشيه منين وعندك رامب تحت رامب وتشيل الرامب ده ازاي والكلام ده. طبعا وانت بترسم حدود البلاطه لازم انت تخلي بالك من الفراغات دي، لازم انت تعمل بوكس حواليها وتقول ان هي ايه فويد، وخلي بالك ان المناور دي مش موجوده في البدرومات، مساحه البدرومات كلها ايه مستغله. يعني اذا البدروم دوت اللي هو السماوي دوت اللي هيبص تحت هيلاقي ايه؟ هيلاقي عربيات ايه راكنه. يعني لو انا في المنور وفاتح عليه شباك وبصيت هلاقي العربيات راكنه، ففي قدامك تعمل كذا حل. انت عشان تفصل البدروم عن الباقي هنقوم نعمل ايه؟ انا في السقف اللي هو بتاع الارضي هصب المنور ده، يعني هصبه بلاطه عادي، لكن في بقيه الادوار هيبقى كله ايه متفتح، بحيث ان اللي يرمي حاجه ما تقعش على العربيات او ما تتراكمش في البدروم. تتراكم فين؟ في المنور ده، في الجزء ده اللي هي الاستابه دي. يعني اذا ممكن الاستابه دي اعملها انفويدد، يعني ما بقاش هنا في مناور سماوي، لكن في بقيه الدول هيبقى المناور كلها موجوده. بس الكلام ده مش موجود هنا، انا بقول لك ده اوبشن، بس الكلام ده مش موجود ليه؟ هو عايز المنور يبقى مفتوح على البدروم، هو معماري وهو حر ملناش دعوه بيه، عايز المنور مفتوح على البدروم، عامل لي ايه؟ عامل لي المنور كده. ومش بس كده، ده جه في الادوار اللي بعد كده المنور هنا كان صغير، روح هنا هتلاقي المنور ايه؟ قام راح مكبره. ده مش بس كده، ده فتح المنور على ايه؟ على المحلات. يعني لو انت دلوقتي واقف، يعني انت دلوقتي اللي هيبص في المنور دوت هيجي هيلاقي فيه كذا حاجه. المنور بتاعه واسع وباصص، وبعد كده هيلاقي يلاقي فتحه صغيره كده، صح؟ الفتحه الصغيره دي بتاعت الايه؟ المنور الصغير اللي هو كان فيها. تمام؟ فانا عايزك تخلي بالك من الفرق ده، ان هنا في منور كبير، منور صغير، الرامب شكله اتغير، الحاجات دي كلنا ايه؟ كلها نخلي بالنا منها. انا غالبا قلت كل التريكات اللي في الاستاتيكال سيستم دي، لو حد عنده سؤال ممكن يساله دلوقتي بحيث ان انتوا تقدروا تشتغلوا. بس هو كده المنور ينزل من المنور يعني؟ لا مش بميل، لا ده هو نازل مربع كده وبعدين فجاه المنور ابتدى صغر كده. يعني هقول لك، شايف البلاطه دي؟ شايف المنور فيها صغير ازاي؟ وجيت انت رحت حاطط بلاطه فوقيها بس بمنور كبير. اللي هيحصل ايه؟ ان اللي هو واقف في المنور الواسع ده بص هيلاقي الايه؟ المحل تحته هنا جزء. طيب انا كده زي ما قلت كده، ان قلت كل التريكات اللي مطلوب منك. ثانية دلوقتي هقول لك حاجة، دوت دلوقتي ده الدور اللي هو اسمه الجراوند، صح؟ المنور ده محطوط في السقف البدروم الأول اللي هو بلاطة جراوند. يعني الفتحة دي في أنهي سقف؟ هو واقف وبص واقف على جراوند، الفتحة دي في جراوند. اللي هي بالنسبة لنا احنا سقف الإيه؟ سقف البيزنس. تمام؟ أنت كنت بتقول لي إيه اللي اتقال لك في التدريب؟ قال لي في التدريب كده أنا كنت بزرع هناك. قال لي إن المنور صغير بقى، يعني هتبقى السقف تقريبا على الاعمده اللي تحته، عشان الاعمده كانت بتختلف وبيلف اعمده بالعرض، فالفكره قال لي لما تيجي تاخد المنور ما تنقلش السقف كله، خده من نفس ال نفس ايه؟ من الدور الارضي بتاعه، مش من الدفوع، مش من سقفه. ما هو بص هنا احنا عندنا المناور مختلفه، فبالتالي انا لازم اتعامل مع كل واحد لوحده. يعني انا عندي مثلا المنور ده في الارضي بحاجه، يبقى اذا البلاطه السقف ده بعد ما ارسم حدوده اقوم اعمل ايه؟ اقوم راسم عليه المنور بتاعه. السقف ده بعد ما ارسم حدوده هتيجي وانت بتعمل كتاب الموضوع ده هيوضح لك، تيجي تقوم وانت السقف ده على ليفل كذا وده توديه على ليفل كذا، ابتدي بص كده هتلاقي هنا بلاطه كبيره هنا بلاطه صغيره وهكذا. طيب انا عايزكم ايه؟ بصوا يا جماعه انا مش عايز الناس تريح النهارده، لو ريحت النهارده كل الكلام اللي انا قلته ده هيسيب. فانت لازم تروح على الاقل تعمل سقف او اتنين. تمام؟ على الاقل تكون حاطط اللي هو الدرافت بتاعها، وبعدين بكره تبتدي تفنش فيه. يعني ايه؟ انك فهمت الفكره الاساسيه، عرفت التحميله بتاعت الرامب ده والتحميله بتاعت الرامب ده، لانك انت هتقعد لحد بكره هتلاقي الرامب ده ساقع. هو ده كان تحميلته عامله ازاي؟ هو كان متشال على ايه؟ هي اللفه دي كانت ايه؟ ايه اللعبكه دي؟ هتنسى كل الكلام ده، فانت لازم تشتغل عشان ما تنساش كل الكلام ده.
وزي ما قلت الموضوع مش سهل، الموضوع هاجي هلاقيكوا عاكين الدنيا المره دي وهنشوف الكلام ده تمام. فانا عايز الناس تعمل الشغل بروفيشنال بروفيشنال، شغل اكتر من كده تمام. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله، وعايز الناس يعني يكون عامله شغل كويس يعني تمام. يعني قصدي اعتبر المشروع ده كانه طالع، لان انا عارف الناس شفت شغل ناس بالهبل، كل واحد بيكون مفكر ان هو عامل شغل وهم تمام. فعايز الناس تبهرني كده، انا عارف ان انا هتبهر. ايه؟ دكتور ايه؟ لا 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 في حاجات ممكن تبقى 7:30 على حسب.